ايه النهارده اللي هناخد النهارده، ف مش هتكلم عن الامتحانات الصراحه يا شباب، عايز اتشكل من الامتحانات. مش انا اللي هتكلم عن الامتحانات يعني، صفه الكلام عن الامتحانات. عايزين نصايح، تمنيت حد قال لك عنها. حلو الكلام ده، انا بحب الموضوع. مش عايز اكون بذاكر الكليه بس، عايز حاجه جنبها حلو برضه هتكلم عنه ان شاء الله. كده صفه سامعني كويس يعني؟ حابه دول الصوت ما قطعش. اه تمام، خلاص ده كده تمام. طيب انا عجبني قوي، عايزين نصايح 80 حد قال لك عنها دي. انا نفسي في الموضوع ده جدا صراحة. طيب ومش عاوز اذاكر للكليه، ده اللي انا اتكلم عنه صراحه، معلومات عن وضعنا الحالي وايه خطط لما بعد كده، برضه ممكن اتكلم عن كده. طيب بصوا يا شباب، يعني عشان الايفنت فيه كذا حاجه، فاحنا مقسمينها فقرات. كل اسئلتكم عن الامتحانات وهنحل ازاي وهنذاكر ازاي وكده، احنا عندنا لسه بعد ما انا اتكلم عيسى ومصطفى هيتكلموا يعني. ازاي ما تبقاش بطيئه في المذاكره، وكمان دكتور انا مذاكرت كويس ما قدرت باجي. بص يا صفوت، يعني اقرا بقى المسجات دي عشان هم ايه بيقولوا كلام ما انا مش هتكلم فيه الصراحه، انت هتتكلم فيه. او عايز ازاي تنظم بين مذاكره امتحان الاسبوع الجاي ومذاكره المحاضرات في نفس الوقت. طيب اقول لكم انا هتكلم عن ايه، عشان يعني طموحاتكم عاليه قوي الصراحه. فبص يا شباب، انا صراحه مش هتكلم عن المذاكره خالص، ولا هتكلم عن الامتحانات، ولا هتكلم عن طريقه المذاكره. مش انا يعني خلاص. الايفنت ماشي، في ناس هتتكلم عن كده بس انا مش هتكلم عن كده. وانا الصراحه مش يعني مش عاوز اتكلم في الموضوع ده، لان في ناس تتكلم عنه احسن مني. طب انا هتكلم عن ايه باختصار برضو؟ عن حياتك في الكليه كبني ادم بقى، كانسان موجود في الكليه. انا بس ماشي. حياتك في الكليه كبني ادم، يعني احنا بندخل الكليه بيفرض علينا او بنتخيل ان احنا ربنا خلقنا طلبه طب فقط. اوكي، انك تكون طالب طب ده يعني رساله ساميه وحاجه عظيمه جدا، ولكن ربنا ما خلقناش طلبه طب فقط، ربنا خلقنا بني ادمين. انسان يعني، ليك واجبات، ليك حقوق وعليك واجبات المفروض تاديها تجاه نفسك وتجاه المجتمع بشكل عام. كلام كبير قوي يبدو متعارف، بس انا اقول لكم انا قصدي ايه. قصدي ان انت بتخش كان عندك حياه قبل ما تدخل، قبل ثانوي حتى، عشان ثانوي برضو كانت ناس كتير كئيبه في ثانوي وبتقعد تذاكر بس وبتاع. خلينا في المرحله ما قبل ثانوي، كانت حياتك ماشيه ازاي؟ حياتك عادي، فيها نفس بني ادم بيلعب رياضه، بيتفسح، بيخرج، بيسافر، بيعمل كل اللي هو عاوزه، وبيذاكر شويه بدليل انك بتنجح وبتجيب درجات كويسه وانت شاطر كمان. انت دخلت طب يبقى انت كنت شاطر، وغالبا بتطلع الاول على المدرسه. وعندك اهلك اللي هو مامتك باباك اخواتك، وعندك صحابك، ده كله كان موجود ما قبل الثانوي، خلينا نقول قبل ثانوي كمان. دخلت ثانوي ثم الكليه، حرفيا نسيت كل ده. في ناس حرفيا ما بتشوفش باباها ومامتها من شهور. انا عارف ان ده صعب لو انت مثلا مغترب، او انت مثلا مسافر بعيد وقاعد في مدينه، طبعا يعني ربنا يعين كل الناس. ولكن لو انت بتعزل نفسك بنفسك كده، اللي هو انا والكتاب وانا والطب فقط، وانت قاعد في وسطهم في البيت وهم مش بيشوفوك، قاعد في اوضه لوحدك كده، فانا مش هقول ان هو غلط، لان الغلط والصح شيء نسبي، وانما ده مش بيكون شخصيه انسان متكامل، او شخصيه انسان خلينا نقول ان هو سوي، يعني انسان سوي في كل الاشياء. انا مش عارف في حد رفع ايده ليه دلوقتي، انا لسه ما قلتش حاجه. ماشي اتفضلي، يعني مش عارف هو ايه المفروض يحصل، حد يفتح له المايك او حاجه. اتفضلي عاوز تسالي سؤال، لسه ما قلتش حاجه، بس ماشي او اكتبيه حتى السؤال، ولا ده غلطه؟ لو حد رفع ايده كده عاوز يسال سؤال يسال، في يفتح المايك ويسال، او يكتب في الشات. ممكن الاورجنايزر لو مرتضى موجود يفتح لهم الشات، يفتح لهم المايك. طيب انا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول والله الطب جانب لطيف جميل، دراسه حياه حلوه، مهنه ساميه جميله، ولكن في حياه تانية لازم نعيشها. طب ليه لازم نعيشها يا محمود؟ خلينا كده كويسين خلاص، يا دوب الطب مكفينا، هم ما يتلم يعني، وملحقين على المديرات بالعافيه وبنجري وراها. انا عارف والله احنا كلنا بنجري ورا المديرات، وكلنا بنجري ورا الامتحانات والمذاكره، ولكن لازم هنا بقى مش مجرد نصيحه بتاع، لا لازم تشوف الجوانب الاخرى. ليه؟ عشان انا دايما كمحمود ببص على الاوتبوت النهائي، وانا اطلع بني ادم شكله عامل ازاي؟ طلع بني ادم طالب طب مش في دماغه غير الكتب بتاعت الباثولوجي والمايكرو والفارما والفيسيولوجي والكلام ده، ولا طلع بني ادم يتعايش مع الحياه؟ لا، انت بتطلع بني ادم يتعايش مع الحياه بعلمه، يعني انت بدارس طب ولكن في نفس الوقت دكتور، انسان بتعرف تتعامل مع كل الناس، يجي لك العيان تعرف تتعامل معاه، مامتك تعبت تعرف تتعامل معاه، اختك تعبت تروح توديها للدكتور، وهكذا. حصل لك مشكله في حياتك تعرف تتعامل معاها.
هو انت اصلا اول ما بتتخرج من الكليه، انا دلوقتي لسه مخلص سنه سته، دفعه اللي داخله امتياز ان شاء الله بعد بكره، اول ما اتخرج من الكليه الدنيا سهله كده وادي والطريق مرسوم حلو، يلا يا ابني خش امتياز في المستشفى الفلانيه. والله ابدا، احنا لايصين قاعدين بنفكر وبنقرر، هنقعد في الدمرداش ولا نخرج بره الدمرداش، هنقعد 6 شهور ولا 12 شهر وموال. طب مين اللي هياخد القرارات دي؟ انت. طب هتاخدها ازاي وانت اصلا عقلك ما فيهوش غير طب؟ يعني انت لن تحتك باي مواقف واي قرارات واي مسؤوليات غير الطب. انا مش بقول يا جماعه الناس اللي بتذاكر ناس وحشه، ذاكروا يا جماعه، ربنا يبارك لكم، كنت بذاكر عادي، لازم نذاكر اصلا، وانما المقصر حياته عن المذاكره فقط ده شيء غلط. كمان كان في دماغي داخله اصلا ادخل بيها ثاني، هي المشكله اللي بتواجهنا كلنا اول ما ندخل الكليه، نظرا ان كلكم سنه اولى، نذاكر منين؟ طب نحضر محاضراتها ولا لا؟ طب ناخد كورسات ولا لا؟ طب ندخل في انشطه طلابيه ولا لا؟ شويه في قافله، نروح القافله ولا ما نروحش؟ طب نتفسح في الاجازه ولا نذاكر لسنه ثانيه؟ احنا في سنه اولى، طب اجازه نص السنه دي نذاكر فيها ولا ناخدها بريك؟ مش عارفين. مقارنات كثيره جدا، في ناس انت شايفهم بتذاكر ليل نهار، في الاجازه بيذاكروا، في الدراسه بيذاكروا، بيجيبوا كتب تكست بوكس، في ناس كثيره جدا بتذاكر تكست بوكس، على راسي والله ما عنديش مشكله، ولكن اختيارك لقرارك ده بنفسك، مش عشان صاحبي بيعمل كذا او حسنا انا حاسس ان انا مقصر بسبب ان صحابي بيعملوا كذا. ناس كتير قوي بتقعد تسالني هو انا المفروض دلوقتي اذاكر منين؟ صحابي بيذاكروا من تكست بوكس وانا بذاكر من كتب الكليه، انا كده حلو ولا وحش؟ يا ابني هو مفيش حد حلو وحش، يعني مفيش حد حلو وحد وحش، كل واحد بيختار طريقه بنفسه. بناء على ايه بقى؟ دي بقى المشكله. انا مش جاي اقول لك اعمل الصح، اللي هو يلا شوف انت عاوز تعمل ايه واعمله، مش جاي اقول لك كده. انا جاي اقول لك ازاي تختار انت مصيرك، ازاي انت تختار طريقك. بناء على حاجه واحده، الايمج. يعني ايه كلمه الايمج؟ الايمج الصوره اللي انت متخيل نفسك عليها بعد ما تتخرج من الكليه. انت متخيل نفسك فين؟ متخيل نفسك ايه؟ اوصف نفسك، ما تقولش متخيل نفسي دكتور شاطر. حلو، انت كده تخيلت نفسك في الطب. طب متخيل نفسك متجوز ولا لا؟ متخيل نفسك عندك عيال ولا لا؟ متخيل نفسك دكتور شاطر لاي مدى في مصر ولا في العالم كله؟ ولا في بيتكم؟ ولا في الحته اللي جنبكم؟ متخيل نفسك عامل ازاي؟ متخيل نفسك صحابك اللي بداوا معاك في ثانوي لسه اصحابك ومكملين معاك ولا سبتهم؟ عشان انت مش فاضلهم. تخيل نفسك انت اصلا ليك صحاب ولا مالكش خالص، ولا في الكليه ولا بره الكليه. انت متخيل نفسك عامل ازاي؟ الايمج هي اللي بتحدد الطريق. انا هديكم مثال على نفسي، وده مش بقول ان هو احسن مثال ولا حاجه خالص، انا راجل على باب الله يعني ونجحت بالعافيه الحمد لله، بس انا هقول لكم بس الفكره دي جت منين. ان انا دخلت الكليه لقيت نفس اللي انتوا بتلاقوه كلكم عادي، ان انا عندي ناس ما شاء الله اصحابي كلهم اوائل الدفعه، اللي هو يعني اول 10 من الدفعه، مش اول دفعه، اللي هو اول 10 من الدفعه ما شاء الله يعني اصحابي جدا يعني، فبيذاكروا وذاكروا كتير جدا وتكست بوكس فعلا وام سي كيوهات كتير وهكذا. طيب هجاوب ماشي، وانا المفروض اعمل زيهم عادي، اعمل زيهم ما فيش مشكله. ولكن جيت في وقت تقريبا كان في الترم الثاني بتاع سنه اولى او في اول سنه ثانيه كده، حسيت ان انا مش لاقي نفسي، انا مش مبسوط هنا، انا حاسس ان انا مش كويس، حاسس ان انا مش مبسوط، وانا حاسس ان انا مش مبسوط وانا بعيد عن اهلي، لا انا حاسس ان انا عاوز اقعد معاهم كده، انا قاعد معاهم على فكره، ما عادش مدينة حاجه، قاعد معاهم بس مش بفهمش، ما بعرفش اتكلم معاهم، ما اتبسطتش، انا حسيت نفسي مش مبسوط، مش متخيل نفسي في هذه الصوره. انا متخيل نفسي راجل بعمل اللي عليا بس مريح نفسي، بعمل اللي عليا بس مش ستريس ده قوي. قلت خلاص والله نريح الدنيا شويه، التقدير هيقل، مش هجيب امتياز، ممكن اجيب جيد جدا، او بدل مثلا ما اطلع من اول 10 دفعه اطلع من اول 100 وهكذا، بس انا اخترت ده لنفسي وفضلت نكمل فيه. الله بقى يتشقلبوا ويتنططوا ويحلوا ثلاث مصادر ام سي كيو ويحلوا ثلاث كتب، انا براحتي، انا شايف ان ده الطريق الصح بالنسبه لي. شويه طلعت في سنه ثانيه او بين اولى وثانيه عاوز اخش قافله، انا عاوز ادخل قافله ليه؟ انا بحب السنت اكاديميز، بحب انمي من نفسي، شايف ان ده حاجه مفيده جدا وبتطورني وهكذا. انا كنت بدخل في السنت اكاديميز قبل الكليه كمان، فانا عاوز ابقى اعرف اتعامل مع الدكاتره، دي سكيل مش هنكتسبها غير لو احتكيت بدكاتره، فعاوز اتعامل وبتاع. فدخلت القافله في سنه ثانيه، بدات اخش في اسره اللي هي اسره فكره، وفضلت مكمل طول السنه. هنا في دروب يعني، مثلا انا ايه لا اتسحلت جامد في الاسره وبتاع واثرت على مذاكرتي، هنا ايه ابدا اقيم تاني الايمج بتاعتي، عاوز ابقى انسان متكامل اجتماعي عندي مهارات كويسه وبتاع، ولكن في نفس الوقت مجموعي يفضل ثابت ويفضل كويس، فقررت في سنه ثالثه ان انا اسيب الاسره وهكذا. فضلت كل سنه بتغير قراراتك بناء على نفس الايمج. انا عاوز في الطب ابقى دكتور شاطر، بذاكر بجيب مجموع امتياز او بجيب تقدير جيد جدا، مش مهم الاوائل قوي، لكن عاوز اجيب انجح اجيب جيد جدا وهكذا. في نفس الوقت كائن
قاعد مع بيتي، انا مثلا ما حبيتش اقعد مدينه وانا بسافر كل يوم ساعه ونص، ما حبيتش اقعد مدينه، انا حر، انا شايف ان ده صح بالنسبه لي. وتفضل رايح جاي كل يوم، اه تفضل رايح جاي كل يوم. هجاوب على اسئلتكم. انا كنت يعني مستحمل التعب ده، ساعه ونص رايح ساعه ونص جاي وساعتين كمان، فضلت رايح جاي كل يوم. طب بتحضر محاضرات ليه؟ انا حابب احضر محاضرات، انا عاوز اتعلم العلم من اصله، من بابه يعني. صحابي كتير بيتسفوا عليا، فضلوا يتريقوا عليا كتير، هم حرين. انا فضلت لحد سنه ثانيه ولا ثالثه ما بسمعش ريكوردات، انا بحضر محاضرات. طب يا ابني على كلامك كده تبقى من اول الدفعه بدل ما بتحضر محاضرات؟ لا انا بجيب جيد جدا. ف الفكره كلها اجاوب على ماشي اسئلتكم كلها ماشي. الفكره كلها انك تكون مرتاح وانت بتعمل الحاجه، حاسس ان ده انت، حاسس ان ده نفسك. انا بحضر محاضره مبسوط، انا مستفيد من المحاضره دي، انا بسمع الكورس الفلاني، بحضر في الحته الفلانيه، بحضر في الاسره الفلانيه، انا حاسس ان انا لاقي نفسي في الحته دي. وانس لاقي نفسك خلاص اتفضل توكل على الله وكمل في الطريق ده بناء على الايمج. طيب قبل ما اكمل هبص كده على الاسئله سريعه. احنا انا هختار بناء مثلا على اللي يريحني، بس ممكن نغلط في اختياراتنا وده يوقعنا في الدرجات. احنا في هدف كل واحد بيتمناه خصوصا في السنين دي. ايوه انا عاوز المسج دي. حلو جدا. ايه يعني ما تغلط؟ ايه يعني ما تغلط؟ ما قلت لكم ايه يعني ما تغلط؟ جرب نفسك. هو انت هتتعلم ازاي لما تجرب؟ الا لما تجرب. انا كنت فاكر نفسي راجل بعرف اشرح بجد مش بهزر، وبنزل كورسات وبتاع. نزلت اول كورس ليا بدي دروس، يعني اول كورس ليا ناس كتير حضرت، تاني حصه ما لقيتش حد جه. مش بهزر، ده كلام حصل معايا. فانا ما ادركتش مشكلتي في الشرح ومشكلتي في التعامل مع الطلبه الا لما نزلت. طول ما انت قاعد ما بتجربش الحاجه هيفضل عندك اعتقادات خاطئه، مش هقول ان هي اوهام، اعتقادات خاطئه. فانت فاكر انك لما تروح الاسره او تروح النشاط الطلاب هتضيع وقت، ما تجرب مش هتغرق. يعني ايه يعني ضيع وقت شهر لقيت نفس الدنيا واقعه فعلا وهسقط خلاص؟ لا يا عم سيب الاسره دي. لقيت نفسك لا بالعكس، ده الاسره دي تعرفني على ناس كويسه، بتخليني اتعلم مهارات كويسه، بتحمسني اصلا للمذاكره، بنظم وقتي احسن. انا كان بيحصل معايا كده فعلا. لا كمل في الاسره. انا راجل طول ما انا الدنيا فاضيه بالنسبه لي وعندي وقت بروح بتمرقع. لما اكون مزنوق ورايا اسر ونشاط الطلاب ده لا بنظم وقت. انا احسن سنه ذاكرت فيها كانت سنه ثالثه. سنه ثالثه دي كنت بقى بروح الكليه كل يوم، كنت مشترك في اسره فكره ومسؤول عن بروجكت فيها، وبعمل فيديوهات الفسيولوجي. فيديوهات الفسيولوجي دي أو يعني حد ما يعرفش، وانا بعمل انا ليا فيديوهات فسيولوجي على اليوتيوب، وده كان اعظم بروجكت عملته في حياتي يعني الحمد لله. وكان في سنه ثالثه، ثالثه نظام قديم، سنه قاتله يعني اي حد بس يسمع عنها كده. ودي كانت احسن سنه ذاكرت فيها، انا مسحول، كان احسن سنه ذاكرت فيها. فكان بالنسبه لي لا الاكتيفيتيز دي اللي بتحمسني. اقعد في البيت سنه رابعه قعدت في البيت ولا بعمل اي حاجه في حياتي، ما ذاكرتش حاجه، وده نفس التقدير اللي جبته في الثالثه. فخلاص انا شايف ان انا كده احسن. فهتعرف منين اختيارك غلط ولا صح؟ لما تجرب. جرب نفسك ومش هتغرق. ودايما بقول للناس دي اللي تخاف منه اعمله ما لم يكن حراما، يعني لو حاجه مش غلط او حرام يعني اعمله خلاص، مش هتغرق. لكن حاجه حرام ما تجربهاش. هل اسر وقوافل ليها فايده؟ ليها فايده بالنسبه لي. انا كان بالنسبه لي علمتني وطورتني، قعدتني في قعدات مهمه جدا الحمد لله. خلصت بشتغل دلوقتي وبشتغل وانا في الدراسه، ده كله من الاسره. عرفتني على اصدقاء والله العظيم اصدقاء، يعني فعلا انا ما طلعتش يعني من القوافل والحاجات دي الا باصدقاء اصلا، فبالنسبه لي مفيده جدا. واحد تاني روح لان القافله دي لا تضيع وقت ومهزله بالنسبه لي، ايه الهبل ده احنا بنعمل؟ خلاص يا عم ما تروحش تاني عادي، بس جرب، ما تسمعش من حد وتفضل قاعد. انت اعرف اللي ليك واللي عليك واعرف المعلومات وروح جرب بنفسك. طيب السنه الجايه ان شاء الله في سنه رابعه نظام جديد، هل سنوات الكلينيكال بشكل عام اسهل من اول ثلاث سنين؟ ان شاء الله يعني الكلينيكال امتع بكتير. نوصل للتقدير يبسطنا ازاي؟ بالظبط انا ده اللي انا عاوز اقوله. نوصل لتقدير يبسطنا ازاي؟ هو انت مش هتتبسط الا لما يكون عندك هدف ووصلت له حققته. هو ايه النجاح يا شباب؟ النجاح هو انك كان عندك هدف حققته. النجاح مش انك تطلع الاول ولا تطلع الثاني ولا تجيب جيد جدا ولا امتياز. في واحد ممكن يجيب مقبول وهو كده نجح بالنسبه له، ليه؟ طول السنه كان تعبان، عنده ظروف، في مشاكل في بيته، يا دوب قدر يتنفس ويجيب مقبول، نسقف له ونرفع له القبعه. ناجح او ناجح طبعا. فالانبساط ده بناء على الهدف اللي انت حطيته. امتى تزعل؟ لو انت كان في هدف حاطه وبتسعى له فعلا وساعتها ما حصلش، ممكن نزعل ساعتها. لكن طول ما انت انا كنت في سنه ثالثه جبت جيد جدا، هم كانوا فاكرين اني هجيب امتياز، وانا مبسوط ومزقطط جدا، زقطط في البيت، راجل بنزل كل يوم طالع نازل مش عارف ايه وبتاع. فبالنسبه لهم هجيب امتياز بقى، انا جبت جيد جدا ومبسوط جدا. ليه؟ انا كان بالنسبه لي بس اعدي السنه، انا كنت عاوز اعدي السنه وانا ايه كويس ومخلص الفسيولوجي ومخلص الانشطه بتاعتي والدنيا حلوه. الاسر دي انشطه طلابيه موجوده في الكليه.
التخصصات والطرق المتاحه، لا صعب جدا ان انا اتكلم عن التخصصات والطرق المتاحه، انا بس عاوز اتكلم عن بناء الانسان في كليه الطب. اوكي طيب، عشان انا برضو كمحمود ما بحبش فكره لما اتكلم قبل 5 دقايق بالظبط خالص، لما اتكلم اقول كلام كاني بقول لك اعمل الصح، فانا عاوز اقول لك تعمل ايه بالظبط كنقط كده نطلع بيها من الكام دقيقه اللي احنا قعدناهم مع بعض دول. مهما عملت بحس اني عاوز اعمل اكتر واحسن من كده، مش عارف ايه ممكن يرضيني. ماشي، دي مشكله بنسميها البرفكشنزم، ان هو دايما انت مش راضي عن نفسك، دايما عاوز توصل للمثاليه والكمال، ومفيش حد يوصل للمثاليه والكمال، امشي خطوه خطوه. دلوقتي انا عاوز اجيب امتياز، وانا اصلا السنه اللي فاتت كنت يا دوب بنجح او بجيب مقبول بالعافيه. النطه من مقبول لامتياز هدف مش هقول صعب، ولكن محتاج استعداد وتطور رهيب. قدرت تعمله طول السنه اوكي، ما قدرتش يبقى انت تسعى له خطوه خطوه. فهمتوا الفكره؟ تمام. انا بس بحاول افتح حاجه اكتب عليها يعني، عشان هكتب لكم كام كلمه كده. سنه كتير ما المفروض اخلص من يا دكتور. الفكره من كل لما اقلل الجي بي اي خايفه بقى من بعض التخرج والتوزيع والتخصص. طيب يعني هو ماشي، كلنا بنخاف عادي، ولكن والله لو انت عامل ما في وسعك، يعني انت عامل كل اللي عليك وشايف انك خلاص طلعان عينك ومفحوط ومفيش حاجه تانية في طاقتك تقدر تعملها، خلاص هتعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده اللي انا وصلت له فعلا في الاخر. يعني انت مطلوب منك تجيب اخرك، تجيب اخرك في كل الاتجاهات، مش في الطب بس ولا في الدراسه بس، وما عليك الا السعي وعلى الله التوفيق. فالجي بي اي بيقل بسبب ان انا مش عارف المصادر، بيقل ان انا ما بعرفش احل وبتوتر قبل الامتحان، بيقل ان انا مش منظم خالص وبنام كتير مثلا، ولا بيقل بسبب ان انا بعمل كذا حاجه ثانيه جنبها وراضي عنها وشايف ان دي بتطورني، شايف ان ده بيخدم الايمج بتاعتي في الاخر. يعني انا الايمج بتاعتي كانت ان انا لما اتخرج من كليه الطب اكون كائن بشرح اي حاجه ليها علاقه بالطب او بشرح حاجه ليها علاقه بالمجال، ودلوقتي الحمد لله شغال بشرح. فده خدم الايمج بتاعتي. طب انا عملت ايه طول السنين؟ بنزل سيشنز، بقى شغال في انشطه طلابيه، شغال في قوافل، مسكت ليدرز في قوافل، نزلت عملت ديلز وهكذا. كل هدفي اني ابقى في الطيار اللي شايف الناس كلها اصحابي فيه من غير ما اعرف انا بذاكر ليه. انت ليه بتذاكر صحيح؟ سؤال مهم. واحنا اي سقف طموحاتنا في الكليه؟ ما اعرفش. اي سقف طموحاتك في الكليه؟ ما اعرفش. كل واحد يحدد سقف طموحاته بنفسه. انا قلت لكم انا جيت في سنه 6 عاوز انجح، ده سقف طموحاتي، عاوز انجح ان شاء الله مقبول، جبت جيد جدا الحمد لله. في سنين تانية عاوز اجيب امتياز، في سنين ثالثه عاوز اطلع من الاوائل، في سنين رابعه بفكر نفسي اطلع الاول. ده سقف طموح، براحتك، كل واحد وسقف طموحه، وده هدف كامل. يعني حاسس ما فيش فايده من اللي بقوله، انت يكون احسن خيار اني اسيب الكليه. ده موضوع كبير قوي. انت تسيب الكليه، بص الصراحه هنا في نقطه بتغفل عننا كلنا، ان الواقع او الطب ملوش علاقه بالكليه خالص خالص. الكليه حاجه والطب حاجه ثانيه خالص. فالصراحه كلنا بنيأس وكلنا بنفتكر ان احنا ملناش في الطب وده مش مكاني وبتاع عشان الدراسه صعبه، ولكن الطب مش هو نفس الدراسه خالص خالص. انت بتخرج للواقع تشوف حياه ثانيه خالص. يعني طب عشان تعرف الواقع تعمل ايه؟ صاحب ناس كبار، انزل المستشفى، اتعرف على دكاتره كبار، شوف الواقع. فانت شوف واقع الدكاتره كشغلانه الطب مناسبه بالنسبه لك ولا لا، ساعتها مش مناسبه سيب الكليه. ده كان مش عشان الدراسة صعبة أو كده، إن الدراسة مش مقياس. دايما في تأنيب ضمير وعايز أعمل أكتر. ماشي، ما أنا جاوبت بس مش عارف أنظم وقتي وبشتت تركيزي. ما أنا جاوبت على الموضوع ده، قلت لازم تحدد هدفك وتوصل له. لكن فكرة ال قولي لنا مثال ليوم كده if you can أوله لآخره المفروض ماشي إزاي بحيث إنه يكون فيه كل حاجة منظمة، بس كلية وحياة اجتماعية ومذاكرة وأهله مثلا وديه. ماشي برضه انا مش عاوز اكون انا المثال او الايدول، لان قلت لكم ان كل واحد براحته. فاقول لكم يومي كان بيمشي ازاي، وبرضه انا في الاخر متخرج بجيد جدا. ماشي، لو حد تقديره مثلا عاوز يبقى يجيب امتياز خلاص يفكس لي بقى يسمع حد تاني، بس حد برضه ايه جوانب حياته متكامله، مش حد مكتئب وبتاع وجاله امراض نفسيه وقاعد ياخد ادويه وبتاع. ربنا يعافي كل الناس، يعني مش بتريق عليه والله خالص، لكن قصدي مش ده الايدول. يعني انا كان يومي ماشي ازاي؟ ما بصحى كل يوم الساعه 5:30 الفجر، بصلي الفجر وانزل، كنت بقى مثلا 6:30 اوصل الكليه 8، من 8 لحد 5 تقريبا. انا بتكلمكم عن اولى وثانيه وثالثه، من 8 ل 5 تقريبا بروح البيت، تبقى الساعه 7 او 8 باكل انام. اصحى تقريبا الساعه 12، عندي من 12 تقريبا ل 4 او 5 الفجر بعمل فيها اي حاجه بقى، بذاكر مثلا ساعه واعمل الحاجات التانية وهكذا.
ده كان يومي مثلا، ما كنتش بروح جيم مثلا، دي مشكله عندي بجد مش بهزر. انا عندي مشكله ان انا كنت بروح جيم طول الوقت ده. فانا عشان كده بقول لك انا مش ايدول يعني، مش مثالي يعني. دي الحاجات اللي قدرت اعملها، بس ان انا كنت اشترك في انشطه طلابيه، اعمل فيديوهات الفسيولوجي وهكذا، لكن ما كنتش بروح جيم. دي مشكله بالنسبه لي حتى الان، ما بروحش جيم وجسمي حاسس ان انا ضعيف كده وصحتي مش شايلاني. عايز اتعلم حاجه جنب الطب، او لو عايز اشتغل اعمل ايه، اتعلم حاجه جنب الطب. يا سلام يعني. شوف انت شغفك فين وبتحب ايه بالظبط، بتحب الرسم، بتحب الموسيقى، روح اشترك في كورس، روح اتعلم وهكذا يعني. عندك امكانيات كويسه ودليل انك دخلت كليه زي دي مثلا بعد الثانويه عامه، خصوصا عشان كنا نظام جديد، واحد حتى مش عنده طاقه يبذل مجهود في الحاجه دي على الرغم انه بيحبها. هي الكليه بتهد الواحد الصراحه، ما اكذبش عليكم، الكليه بتهد الواحد، بتجيب اخر. ولكن ده اللي انا بقول عليه، انت عقلك اللي بيفكر يعني، في حاجات بتفكس لها، في حاجات بتجري وراها وهكذا، مش اي حاجه يلا معاه. غيابك، حضورك، الكلام ده كله لو هلك على الفاضي، لا يا عم ما تنزلش، لو حاسس انك ما بتستفدش، بتستفيد انزل. امتحانات بدرجتين ثلاثة، مش لازم نحرق نفسنا عليه، على ثلاث أربع درجات ذاكر بما يكفي يعني. طيب إيه المهارات اللي أنك شايف إنك تتعلمها؟ ده اللي أنا هقوله بقى دلوقتي. طيب عشان برضو أنا محتاج أكتب الكلمتين قبل ما البتاع يقفل عليا، أنا هعمل شير سكرين تقريبا. أنا بعمل شير سكرين إزاي؟ سكرين أهو. طيب هو أنتوا كده شايفين السكرين صح؟ حد بيقول لي أه. صفوة تقول لي أه. تمام يا محمود، باين. ماشي، بص يا شباب، انا عاوزك عشان بس انا معايا اربع دقايق بالظبط وهنقفل، معلش، وانا الكونتاكت بتاعي ممكن اسيبه لكم وتسالوني براحتك. طيب انا عاوزك نوصل للبوينت اللي انا جاي، عشان انا جاي اقول لك اعرف نفسك وحدد اهدافك. ده اللي انا جاي اقول. خلاص، اهدافك بقى انك عاوز تطلع الاول على الدفعه وتنسى اهلك وتنسى اصحابك، انت حر اعمل كده، ومش بتريق على حد بجد. يعني كل واحد هو حر في اللي هو بيعمله، مفيش حد صح وحد غلط، المهم ان هدفك توصل له. الله ما بتعملش حاجه حرام برضه يعني، ستيل ايه، الله ما بتعملش حاجه حرام، اوكي؟ فمالكش دعوه بحد. والله انا هدفي اطلع الاول على الكليه، واهلي دول انا معرفهم يا جماعه انسوني طول سنين يكتب، واصحابي قطعته، ما عنديش مشكله. طب انا قدرت اعمل الاثنين، في ناس قدرت تعمل كده، في ناس قدرت تعمل كده، الاول على الكليه ولا مثلا من الاوائل ما شاء الله، وعادي قاعد مع اهله، قاعد مع صحابه، يعني كل حاجه. انا ما قدرتش اعمل ده، دي مشكلة عندي انا ما قدرتش اعمل ده. مش لازم افضل انب نفسي بقى، ايه ده، طب ما هو طالع العاشر على الدفعه وعادي وليه اصحاب ومش عارف ايه وبتاع، وازاي انا كذا واجلد في نفسي. فكره المثاليه اللي بنقول عليها، كل واحد ربنا اداله قدرات معينه. فانت اعرف نفسك، اعرف نفسك، اعرف ايه نقاط ضعفك، السترينثز بتاعتك، سوري، نقاط القوه بتاعتك، ايه نقاط ضعفك، الويكنس بتاعتك، فبالتالي تعرف ايه الفرص بالنسبه لك، opportunities دي يعني الفرص، وايه الحاجات اللي ممكن تهدد مستقبلك. يعني بكل بساطه كده، هو ده اللي انا عاوز اقوله يعني. نقاط قوتك مثلا، انا على نفسي مثلا نقاط قوتي ان انا بعرف اشرح، دي كانت نقطه يعني قويه جدا بالنسبه لي. بعرف اتعامل، نقطه قويه جدا بالنسبه لي. ده فرق معايا في ايه مثلا في الكليه، خلينا في الكليه، كل البروجكتس الكليه انا بشيلها عادي، ما عنديش فيها مشكله. كل الشفوي بتاع الكليه انا ما عنديش فيه مشكله. اعلم صحابي اصلا ازاي يتكلموا قدام الناس. بعرف اذاكر، بصوا في الحته دي، بصوا، بعرف اذاكر بان انا بشرح لاصحابي. انا مسجل منهج الكوميونتي كله انا وصاحبي، يعني ما اتنشرش ولا حاجه، انا واحد صاحبي سجلنا منهج الكوميونتي كله عشان بعرف اشرح. فاستخدمت نقطه قوتي في المذاكره في هدفي. بعرف اتعامل مع الناس، ده فادني جدا في التعرف على دكاتره كتيره، في التعرف على ناس اكبر مني، ففاد الهدف بتاعي في ان انا ابقى دكتور شاطر، ليا معارفي، ليا اصحابي، ناس علمتني كتير جدا من ان انا بعرف اتعامل مع الناس. ايه نقاط ضعفي انا كمحمود؟ نقاط ضعفي بعيه كتير، والله مش بهزر، بعيه كتير، بعيه، كنت بعيه كده كتير، كل شويه بعيه، يجي لي عيه كده دور برد ينيمني في السرير، دي كانت نقطه ضعف قاتله. تبدو عبيطه اهي، افضل اقلب نفسي وايه ده انا بعيه كتير. طيب نقطه ضعف دي اعملها ازاي؟ شوف علاج لمرضك عادي يعني، بسيط. انا بقول مثلا انا ما بنزلش الجيم، دي نقطه ضعف. ليه نقطه ضعف يا محمود؟ عشان خلت صحتي وحشه، ما بنزلش الجيم فصحتي وحشه، فبغيب بقى من الكليه وبتاع، صحتي مش كويسه خالص، دي نقطه ضعف. فبالتالي الثريتس، التهديدات الناتجه عن نقطه الضعف دي، ان انا اغيب من الكليه، ان انا ممكن ما احضرش امتحان. ده بجد كنت ممكن ما احضرش امتحان، متخيلين؟ فانت بقى بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ تعال تقول لي ذاكر منين ومش عارف ايه، وانا بتكلم في نقط ممكن تهد مستقبلك كله. طب لو انت نقاط ضعف انك بتعرف تشرح وبتعرف تتعامل مع الناس بتاع، ايه الفرص بالنسبه لك تشتغل؟ انا اشتغلت وانا في الكليه، كنت بشرح الناس في سيولوجي وانا في الكليه، تعرف دكاتره وهكذا. النظريه دي اسمها SWOT analysis، اس السترينثز
وي ال دبليو الويكنسز اول اوبورتونيتيز التي ثريدز. كل واحد لنفسه يعمل السوات اناليسيس بتاعه، ده واجب كده اعمله لنفسك. وقعد فكر مع نفسك واسال نفسك ايه نقاط قوتي ايه نقاط ضعف. اسال صحابك القريبين منك. انا جيت في وقت اسالت صحابي انا ايه اكتر حاجه بعرف اعملها، قالوا لي انك بتعرف تشرح، انت بتعرف تشرح كويس، استغل ده. يبقى اول حاجه تعملها السوات اناليسيس. تاني حاجه تحدد هدفك، جول. لازم تحدد هدفك. هدفي اطلع اول عدو، هدفي ان انا اعالج الناس، هدفي ان انا ابقى شاطر، وهكذا. كل هدف من دول لازم تطبق عليه اربع حاجات. اخر حاجه اقولها خلاص وهنقفل. خمس حاجات. الاس يعني سبيسيفيك، الهدف يكون محدد. مش تقول عاوز انجح في الكليه، ماشي تنجح دي لو انت قاصد انك تجيب فعلا 50% ولا 65% درجه النجاح، ماشي دي حاجه محدده. ما تقولش مثلا عاوز اجيب امتياز، لا امتياز اللي هو يوديك فين، ما في 500 واحد في الدفعه بيجيبوا امتياز، تطلع الاول تطلع ال100 تطلع ال300. عاوز تجيب امتياز اللي هو 85% ماشي، لكن مش امتياز وتسيبها واسع. لازم يكون سبيسيفيك، حاجه محدده. الام حاجه ميجربل، يعني هدف يقاس. انا عاوز ابقى كائن اجتماعي. قيسها ازاي دي؟ بعلاقاتي مع الناس، نسال الناس عني الراجل ده اجتماعي ولا لا، برؤيتك انت بتقعد قد ايه مع اهلك واصحابك، وهكذا. عاوز ابقى الاول على الدفعه، دي حاجه ميجربل. لما تيجي ان شاء الله السنه الجايه ولا النتيجه تطلع انا اعرف الاول على الدفعه لا. لكن محدش يقول لي عاوز مثلا ان انا ابقى كويس. ايه ابقى كويس؟ يعني ما كلنا كويس، ما في حد وحش يعني، تمام. الايه حاجه اتينبل. اتينبل يعني تقدر تعملها. زي ما كنت بقول من شويه، انت ساقط السنه دي ما عنديش مشكله، الناس اللي ساقطين دول على راسي والله يعفوا وربنا معاهم. ناس صحابي سقطوا كتير وجابوا امتيازات احسن مني عادي. طيب السنه الجايه عاوز اجيب امتياز، ده هدف صعب توصل. ما اكذبش عليك، ليه ما ينفعش واحد سقط يجيب امتياز في اول سنه دي؟ طيب عاوز اخليه فعلا نقدر نعمله. خلاص يبقى طول السنه، طول الكويزز اللي بتحصل، طول الاساينمنتس اللي بتحصل، طول الاسسمنت، انت بتقيس ده. ما تسيبش نفسك السنه كلها وتلاقي نفسك سقطت تاني، يا فرحتي استفدنا ايه؟ يبقى تقيس تطورك في الهدف ده كل شويه. الار حاجه ريليتيف، يعني حاجه ليها علاقه بالكليه. لما يكون هدفك له علاقه بالكليه، يعني ما تقولش مثلا عاوز اتجوز، ده هدفك بس ملوش علاقه بالكليه، سيبك من ده دلوقتي. اوكي ماشي. التي يعني يكون محدد بتايم معين، يعني والله انا هطلع الاول على الدفعه السنه الجايه او في الكويز الجاي، تايم معين. عاوز اتجوز، اوكي بغض النظر عن الدراسه هتتجوز في خلال قد ايه؟ مش هتجوز، من كلنا عاوزين نتجوز، تتجوز امتى ده مهم. فساعتها لو اهدافك كلها اتحطت بالطريقه دي، سمارت جول، انت كده تمام، وانت كده راجل عارف راسك من رجليك. انا مش عارف سبب التوتر الشديد. طيب اهم مميزات النيرون بشكل عام، مميزات خاصه. طيب مرتضى انت موجود صح؟ انا معاك. نخش بقى في الفقره الثانيه مع دكتور محمد عسوي. هو من الناس المتميزه جدا يعني في سنه رابعه جديد، فهو اقرب واحد ليكم، لان النظام الجديد للاسف احنا ما عديناهوش. يعني احنا طلبه الامتياز يعني كنا نظام قديم، ف للاسف يعني ما كنا مش هنفيدكم قوي في موضوع نظام الموديولات، فعشان كده جبنا عسوي هيتكلم معانا. ف محمود اقفل ماشي، هيبدا محمود عسوي. ثانية السلام عليكم، ازيكم اخباركم ايه؟ انا محمد عسوي من الفرقة الرابعة، اتشرف طبعا ان موجود معاكم النهارده. ان شاء الله باذن الله. هو انا كنت شفت اسئله ليكم، يعني ازاي نذاكر وازاي نتعامل مع كميه كبيره، واكيد في توتر وفي ضغط كبير في الكليه. هو انا المفروض في النظام الجديد، انا عارف ان هو نظام مضغوط شويه، لان الطب زمان كان 6 سنين اكيد، ودلوقتي بقى 5، فاكيد لازم يكون مضغوط. بس كعادة أي حاجة كبيرة لازم ناخدها واحدة واحدة،
ونظام الموديولات ده، او كموديول كبير انا داخل امتحنه مثلا يعني حوالي على 250 درجه او حاجه، وفي اكتر من ماده حوالي 8 مواد، فعشان ان شاء الله ادي كويس فيه واكون مستريح على طول طول الترم، فلازم ابدا من اول يوم في الترم مذاكره لحد اخر اليوم. مش هقول لك انك تذاكر طول اليوم كده وتفضل ماسك الكتاب ليل نهار، لا طبعا. انا اللي بتكلم عليه ان انا الحاجه اللي هاخدها هذاكرها. وعشان كده انا هقارن لكم بين موديولين. في موديول فيهم يعني الحمد لله ربنا كرمني وجبت فيه درجات كويسه، وفي موديول يعني ربنا ما كرمنيش وجبت فيه درجات مش كويسه، والحمد لله يعني على كل شيء. بس هقول لكم ايه اللي حصل هنا وايه اللي حصل هنا، وان شاء الله ايه اقدر افيدكم بالتجربه دي. يعني في موديول انا بداته من اول يوم كنت بحضر المحاضرات، انا طبعا كان المصدر الاساسي للمحاضرات، فكنت بحضر المحاضرات واجي اذاكرها في نفس اليوم واحضر السكاشن وكده، ما كنتش بخلي حاجه تراكم عليا، حتى لو حاجه اتراكمت عليا فعادي يعني، كانت حاجه بسيطه جدا يعني اللي بتتراكم عليا، فكنت قبل الامتحان الحمد لله ربنا بيكرمني وبخلصها على طول. فكان عندي مصدر ثابت برضو في المذاكرة هو كتاب القسم، باستثناء مثلا مادتين أو حاجة، البايو والبارا، عشان كان أستاذ أيمن، دكتور أيمن ودكتور عمر، المذكرات بتاعتهم حلوة يعني، فكنت بذاكر منها والحمد لله أديت كويس جدا في الآخر. الموديول التاني يعني أنا طبعا كنت مشتت، مش بحضر المحاضرات، كنت معتمد يعني على كذا حاجة، فشتت نفسي وكنت براكم حاجات كتير، فكل ما تراكم طبعا عليك حاجات كل ما هتحس ان يعني تحس ان في جبل كده عليك ومش عارف تبدأ ولا عارف تكون مستريح. ف يعني الحمد لله يعني يعني جبت درجة مش كويسة في الآخر، بس الحمد لله يعني اتعلمت حاجات كتير. فاللي عايز أقول لكم من خلال التجربة دي ان انا طبعا اول حاجه لازم اكون محدد المصدر بتاعي الاساسي في المذاكره، سواء هل هحضر محاضرات يبقى احضر المحاضرات على طول، سواء هروح كورسات مثلا يبقى هروح الكورس واجي اذاكر على طول. طبعا اهم حاجه المذاكره اول باول، دي في نظام الموديولات بالذات دي الاساس. تاني حاجه احدد مصدر المذاكره الكتاب، هل هو كتاب القسم ولا المذكرات الخارجيه ولا ايه. انا بالنسبه لي وبفضل طبعا كتاب القسم، لان هو ان شاء الله يعني ما بيخرجش عنه الامتحان في الاخر، باستثناء بعض الحاجات زي ما اقول لكم كده، البايو مثلا مذكرات دكتور عمر كويسه جدا، البارا مذكرات دكتور ايمن كانت كويسه جدا، الاناتومي مثلا ممكن تجيب صور من على الانترنت تفهمك اكتر كده يعني. تاني حاجه يعني في أسئلة في الموضوع ده أو كده أو ولا إيه؟ وفي حد يعني لقط المعلومات ولا مش واصلة لكم ولا إيه؟ كلموا كده في الشات. إيه يا شباب؟ هو حد بيسأل في الشات بيقول يعني المحاضرات، زيادة المحاضرات مع البي دي اف، مع يعني مع كتاب الاسم كويسة ولا ايه الدنيا؟ طبعا يعني هو اكيد في مثلا في مواد اصلا هو المصدر بتاع الاساسك بتاعها فيها هو البي دي افات اصلا بتاع المحاضرات، وما فيش لها كتاب اصلا زي الكلينيكال، فانت هتحتاج تذاكر من البي دي افات. تاني حاجه برضو بي دي افات المحاضرات، لو انت بتحضر وشفت حاجه فيه زياده عن اللي موجوده في الكتاب انت طبعا اكيد هتضيفها يعني، وانت في الاخر
يعني من خلال تجربتي، هو كل الأسئلة اللي جت في الامتحانات كانت دايما بتيجي من كتاب القسم، ما بتخرجش عنه. تمام حلو. طب مثلا نتكلم عن مصادر الام سي كيو، او يعني هل مهم ان انا احل ام سي كيو قبل الامتحانات ولا مش قوي يعني، ولا ما لا بتفرقش طبعا، كتير لما دخلت؟ بص، هو في مواد كده، مثلا الباثولوجي. انا هتكلم برضو عن تجربتي مع الباثولوجي. يعني هو الباثولوجي، انت دلوقتي لما بتخش سنه اولى في الترم الثاني، انت عندك في البدايه جنرال باثولوجي وجنرال فارماكولوجي. الفارما طبعا كانت من المواد اللذيذه جدا وسهله، كنت بعتمد فيها على دكتور احمد نور الدين، هو كان بيشرح لنا المحاضرات، وكمان ليه فيديوهات على اليوتيوب. والحمد لله يعني كانت سهلة جدا ومكانش فيها مشاكل. الباثولوجي احتجت شوية عشان أتأقلم معاه. طبعا كنت في الأول بذاكره شبه غلط شوية، بس بعد كده ابتديت أفهمه أكتر من خلال إن أنا طبعا بقيت المعلومات تتكرر معايا، تتكرر في المحاضرات وتتكرر في السكاشن. وده برضو بياخدني لنقطة إن السكاشن حضورها مهم جدا جدا جدا، لأن يعني حتى لو مش هتقدر تذاكر العملي في يومها، بس على الأقل أنت هتسمع السكاشن دي، ممكن تسمع فيها حاجات أنت ما كنتش فاهمها في المحاضرة فتفهمها، لأن طبعا في معيدين وفي ناس بيكونوا حتى قريبين من سنك، وممكن تروح تسألهم، أنت حتى لو في حاجة أنت مش فاهمها ممكن تروح تسألهم فيها. تاني حاجة طبعا العملي درجاته زي درجات النظري بالظبط، يعني في الأسمنتات، يعني حوالي مثلا 30% عملي 30% نظري الموديول، فأكيد درجاته مهمة. فأنا طبعا مثلا كنت الباثولوجي ده مع إني بحل ام سي كيو قبل الامتحان، وبحضر سكاشن وبسمع المعلومة أكتر من مرة، فالحمد لله يعني بقى كويس جدا، وبقيت أحب المادة دي يعني يمكن أكتر من مواد تانية كتير كنت فاكرها إيه بحبها في الأول، بس الباثولوجي بقيت أحبه دلوقتي جدا يعني. فالـ MCQ طبعا مهم. في أسئلة تاني؟ في سؤال تاني عن اللي هو مثلا ايه البطء في المذاكرة، يعني مثلا المفروض الكتاب ده يخلص في خلال مثلا اسبوع او اسبوعين او 3 اسابيع. مثلا في حاجات بتبقى فوق طاقتنا، يعني مثلا كتابين في اسبوع بيبقى الموضوع مثلا صعب او كده، ازاي انسق بحيث برضو واخلي وقت في اخر الموديول للحل يعني؟ هو زي ما قلت، هو يعني بداية كل مديول، وإنك كل يوم المحاضرة اللي تاخدها تحاول تذاكرها في نفس اليوم بتاعها، طبعا أنت بتكون فاكرها يعني بنسبة 80% أو حاجة بتكون فاكرها، أو 70%، والباقي ده أنت بتكمله بالمذاكرة، أكيد ده هينجز معاك في الوقت أكتر. دي أول حاجة. تاني حاجة طبعا ده هيفرق جامد أوي 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 في راحتي النفسية، إن أنا مثلا انا دلوقتي عارف ان انا خلصت الحاجات اللي عليا، فدلوقتي فانا ممكن اخرج مع اصحابي، ممكن العب، ممكن اعمل اي حاجه، اكيد مش هنسى حياتي زي ما دكتور محمود احمد اتكلم. في لما انت بتذاكر اول باول انت بتنظم اليوم، بيتنظم معاك جدا، وطبعا الكميه نفسها هتذاكرها ان شاء الله بسرعه اكتر، وقبل الامتحان برضه هتتراجع برضه بسرعة أكتر، وهيبقى عندك فرصة بإذن الله تحل يعني كمان. فزي ما بقول كده، الإيه المذاكرة أول بأول دي، لو طلعتوا من النهاردة بالمعلومة دي ده كفاية أوي عندي يعني. تمام. في سؤال تاني مكتوب برضو، جربت يعني تحضر المحاضرة قبل ما تبدأ، يعني قبل ما تتشرح عموما يعني؟ جربت، بس ايه يعني بصراحة ضغط المحاضرات ما كنتش بلحق، بس في اول ترم كده كنت، عشان طبعا كده كده في الاجازة يعني، فكنت بحضر محاضرات كده في الاول او قبلها بيوم كده او حاجة، وبصراحة كان الموضوع بيفرق جدا يعني، لو هتعرف تعمل كده فحقيقي هيفرق معاك جدا يعني. في برضه حد بيسأل ازاي كنت انت بتذاكر الباسو غلط يعني، او ايه الحاجات اللي ندمت عليها يعني وقتها؟
هو انا مش عارف بصراحة، يعني هو مفيش حاجة ليها مذاكرة صح ومذاكرة غلط، بس ايه هو غلط بالنسبة لنا يعني. يعني هو المفروض ان كل واحد ليه طريقة معينة بيذاكر بيها. ساعتها يعني المفروض المادة معتمدة على فهم اكتر. انا في حاجات كنت بحفظها، انما في حاجات كنت لازم افهمها فعلا، بتسهل الدنيا قوي. يمكن في ناس يعني في المحاضرة ما كانتش بتوصلها لي، بس مع السكاشن ومع برضو يعني حاجة مهمة جدا، انك تشرح مثلا لاصحابك، اصحابك يشرحوا لك، كل الحاجات دي بتقرب الدنيا يعني في الاخر. تمام، حلو. وفي يعني كذا حد يعني بينتقد المحاضرات، يعني بيقولوا انها بقت كميتها كبيرة، يعني او كمية الحاجات اللي بتتشرح في المحاضرات كبيرة عن ان احنا نستوعبها يعني. يعني قول كده مثلا سيستم المحاضرات ازاي تنسق الدنيا بحيث مثلا مش متراكم عليها. طب بص، هو دلوقتي انا مش عارف، هو المفروض ساعات لما كنا بنحضر المحاضرات كان المحاضرات كل يوم طول الاسبوع. دلوقتي تقريبا بقوا يخلوا لهم المحاضرات، يجمعوا لهم في يومين تقريبا او ثلاثة، واليومين التانيين بينزلوا سكاشن تقريبا في الكلية بس. الكلام ده صحيح صح؟ الناس في الشات بس ترد صح ولا غلط. هو عموما يعني المفروض ان في زي ما في فيرست بلان في سكند بلان، بس الفكره ان انا دلوقتي انا معتمد بشكل اساسي على الكليه مثلا، فالحاجات الاضافيه اللي هضيفها بتكون قليله. يعني انا دلوقتي بذاكر محاضرات من المحاضرات، فهبدا اذاكر لحد ما الاقي مثلا محاضره مش عاجباني. في ريكوردات بقى الكورسات، يعني لو انت يعني الموضوع بقى مش فاهمه خالص، ممكن تشوف ريكوردات الكورسات، ممكن تشوف فيديوهات من على اليوتيوب كده يعني، والموضوع بيمشي يعني ان شاء الله. تمام، هو في حد بس بيسأل عن موضوع البرفكشنزم في المذاكرة، ازاي تبقى المذاكرة بيرفكت يعني، ف ممكن لو حابب تجاوب. فمش عارف يعني امتى المذاكرة تبقى بيرفكت يعني، بس وانت هتذاكر وخلاص، ممكن تحل وراها مثلا وتختبر معلوماتك وخلاص. يعني انا مش شايف، انا شايف انك بس تذاكر وتجتهد وتعمل اللي عليك، وممكن تحل أسئلة وخلاص، ده بالنسبة لي البيرفكت يعني. ماشي، في انا حد بعتذر، برضو ممكن بيقول ان اتدخل؟ الكون، معلش انا اسف، بعتذر اتفضل جدا. اكيد. ما تفضل، عشان السؤال ده انا دايما كنت بفضل اساله لنفسي كتير يعني وانا صغير. الطبيعي يا جماعه، مفيش حاجه لازم تكون بيرفكت 100%. ده حاجه الواحد ده طبعا يفضل انك كل ما تكون احسن كل ما ده يبقى كويس، بس ما تجلدوش نفسكم والله يا جماعة من ان حاجة ما بقتش بيرفكت 100%. ده طبيعي، ما حدش بيرفكت 100%. ف يعني بحس دايما اللي في سنة اولى دايما بيبقى عندهم النقطة دي اكتر. ده طبيعي، مش كل ما فيش حاجة هتقدر تعملها 100%. يعني مش ما انا اسف لو دخلت في وسط الكلام، بس يعني بعتذر جدا يعني، بس عشان النقطة دي انا كانت عندي مشكلة وانا لسه صغير في اولى بالذات. يعني بعد كده الواحد اتعود خلاص ان هو ايه يعني عادي، يعني لو حاجة مشيت 90% فده كويس قوي، ده بيرفكت فعلا. طبعا يفضل الواحد يفضل يعمل على قد ما يقدر، بس في الاخر كل واحد له طاقته يعني. بس ماشي. هو بس في حد بيسأل بيقول ان ما فيش ترتيب للأوائل عندهم يعني، ف مش عارفين الوضع بتاعهم ايه يعني، ما فيش ترتيب، مش كل واحد مثلا مش عارف هو انا في الكلية انا حلو كده ولا وحش، ولا مستواي حلو، ولا درجاتي زي الدفعة، ولا انا متأخر عنهم كده يعني. واحنا برضو بنعاني نفس المشكلة، يعني ان مفيش ترتيب وكده، خصوصا بعد ما الدرجات بدأت تطلع كل واحد لوحده. يعني في اول سنتين من الكلية كانت الدرجات بتطلع لنا PDF الدفعة كلها درجاتها فيه، فاحنا كنا بنعمل ترتيب لنفسنا، في حد من الدفعة كده كان بيعمله وخلاص. انما دلوقتي
مبقاش الحوار ده موجود يعني. فبصوا يعني لو انتوا حابين تعملوا ترتيب لوحدكم، احنا حاولنا يعني حاولنا نعمل حاجة زي كده يعني، بس برضو ما كانتش ناجحة قوي. حاولنا نعمل موقع صغير كده لينا، كل واحد يخش يحط درجته اللي جابها يعني، وفي الآخر يطلع له ترتيبه. بس طبعا في ناس دخلت وحطت مجاميع غلط طبعا وكده، فالموضوع ما نجحش قوي. لو انتوا حابين بقى وهتنجحوا الموضوع، ممكن يعني تعملوا الحركة زي دي. ممكن حتى نبعت لكم البرنامج اللي احنا اشتغلنا عليه يعني وكده. بس زي ما بقول لكم كده، ما اعتقدش انها هتنجح يعني، الا بقى لو الكلية نزلت لكم هي الترتيب يعني. يا ريت حد مثلا مسؤول من عندكم يحاول يتواصل مع الكلية تنزل لكم الترتيب. تمام. وعموما يعني مش شرط أوي موضوع الترتيب يعني تحطوه في دماغكم، لان يعني عموما حتى الكليه بقت تتبع نظام الخصوصيه شويه، ان هو ايه عشان الناس بتبص لنتائج غيرها وكده، فانت يعني ايه خليك انت ماشي في خط المستقيم بتاعك، يعني مش شرط تبص على غيرك او كده. اه انت بتبقى عايز تعرف ده حلو ولا وحش، إيه طب انا كده كويس، طب انا كده مع التيار زي ما بيقولوا، ولا انا مستواي بيقل. انت ممكن تخلي يعني، انا والله نصيحتي ودايما دي الحاجه اللي اوائل الدفعه بيستخدموها، اللي هي طريقه ال100%، اللي هو ايه انا بذاكر من اجل ال100%. مش بحد يعني تقريبا ما اعتقدش ان انا شفت حد في الكليه جاب 100% يعني، بس يعني انك تحط هدف عالي قوي حتى لو عالي اوفر، ده بيخليك يعني لما مثلا تجيب 95% انت ممكن ما تبقاش راضي مثلا عن 95%، رغم ان واحد تاني بالنسبة له 95% ده هو ده الطموح بتاعه. فهو ايه دايما على الطموح بشكل اوفر يعني ايه، وهي زي ما تيجي تيجي، وكده كده في الاخر خلاص النتيجة جات لك ارضى بيها. يعني انا والله ايا كان جبت كذا جبت كذا جبت كذا راضي ماشي. في سؤال بس تاني العسوي، عشان انا مش عايز بس اطول عليك عشان انت قلت لي يعني في ميعاد او كده، ففي سؤال بس اتكرر اللي هو الاسي عن الام سي كيو، يعني ازاي يذاكروا اسي عن الام سي كيو؟ هو احنا كنا بنذاكر اس، ما كانش فيه المذاكره ما كانتش بتختلف خالص. هو الاس اللي بيجي يا جماعه هو شورت اس، ما تقلقوش. شورت اس ده بيبقى مثلا بيقول لك منشن، يعني انك تكتب له مثلا 3 نقط، او تكتب له سطر او سطر ونص بالكتير. فالموضوع ان شاء الله هتفتكر، ما تقلقش خالص. احنا من سنه اولى من الترم الاول واحنا كنا بنمتحن اسي، والحمد لله كنا بنذاكر عادي زي ما بنذاكر المذاكره بتاعت الام اس كيو، زي ما بنذاكر عادي خالص. والحمد لله الدنيا مشيت. بالعكس كنا ساعات بنلاقي اسئله الشورت اي سي اسهل كمان من اسئله الام اس كيو، ما تقلقوش يعني ان شاء الله. تمام. هو برضه سؤال اتكرر مع دكتور محمود احمد، سألوه برضه اللي هو ازاي بتمشي يومك وايه نظام المذاكره اللي بيناسبك. يعني انا هقول لك على نظام المذاكره اللي يعني اللي انا بستخدمه او كده. في نظام الورقه والقلم اللي هو انا بكتب بايدي، بعمل ملخصات بايدي، او في طريقه اللي هو ايه انا بذاكر بعيني، اللي هو ايه مجرد ما ان مثلا اشوف فيديو شرح او احضر محاضره معينه واقرا الكتاب بعيني، ولا ورقة والقلم. يعني دول أشهر نظامين مذاكرة، في طبعا نظم تانية ومايند مابس وتلخيصات وكده، بس دول أشهر يعني مجمل في 2، ورقة وقلم ولا مذاكرة بالعين. انا عن نفسي انا بحب اسمع جدا يعني، بحب لو في فيديو اسمعه او في ريكورد في اي حاجه بحب اسمعها والقط منها معلومات على قد ما اقدر، وبعدين اقرا انا المعلومات تاني واعلم يعني على الحاجات المهمه وخلاص يعني. هذا نظام مذاكرتي. في ناس كتير بتحب تذاكر ومنها تكتب، واكيد ده مش النظام، مش اللي عشان انا بذاكر كده يبقى ده البيرفكت، لا طبعا. كل واحد على حسب يعني. انا دلوقتي انا بستريح في طريقه المذاكره دي هذاكر بيها. وبعدين يعني انت في الثانويه اكيد كنت بتذاكر، وقبل كده كنت بتذاكر برضو، غير بس ان مذاكره الكليه فرقها عن مذاكره الثانويه، ان الكليه محتاجه فهم اكتر ومحتاجه ما تعتمدش على الحفظ يعني، او تحفظ كل المعلومات يعني. تمام. في ناس بتسأل عن النتيجة ونظام الجي بي ايه، يعني نظام الجي بي ايه مش عندنا احنا في النظام القديم، فكلمنا عنه بقى في النظام الجديد. هو نظام الجي بي اي ده هو زي نظام سكور كده،
يعني هو لو محمود جمال موجود هنا ممكن يتكلم عنه أفضل مني، يعني هو أكيد عارف النظام ده شوية. معاك بس انا هو صوتي مسموع؟ كلمه. أيوة مسموع، اتفضل. تمام. مبدئيا انا محمود جمال في سنه رابعه. نظام الجي بي اي هو حاجه جديده، يعني هي حاجه معتمده يعني المفروض دوليا. عموما هي ما بتفرقش كتير عن يعني مش هتاثر عليك لا في مذاكرتك ولا في درجاتك ولا في حاجه، انت كده كده بتذاكر وتروح تمتحن وتطلع لك الدرجه. هما الدرجه دي بقى هتحسبها ازاي في الاخر، سواء بالنظام العادي بتاع امتياز وجيد جدا، هو برضه على فكره لسه موجود امتياز من 85%، وده الخطا يعني المنتشر في كل الناس بتقول انه من 89، لا هو من 85 لسه يا جماعه زي ما هو. الامتياز من 85 وجيد جدا 75. طيب ايه بقى الجي بي اي ده؟ ده طريقه في الحسبه كده بتبقى من 4 درجات. هي بقى اللي فيها A و A بلس و A ماينس و B و B بلس و B ماينس والحاجات دي، هي دي بقى اللي ليها نظام جديد، إن ال A بتبدأ من 89، 89 لحد مش عارف 93 ده A ماينس، 93 ل 97 A، من 97 أعلى A بلس، وأنت نازل بقى في B بلس 84 تقريبا، وبعدين 80 B وأقل من كده B ماينس وهكذا يعني. عموما هي لها حسبة وليها برامج، انت لو كتبت اللي هو جي بي اي على جوجل هيقول لك اكتب عدد الساعات المعتمدة للمادة والجريد ساين بتاعك فيها، انت جبت فيها كام، وهو هيحسبها لك يعني. بس هي مش هتفرق معاك كتير. خليك بس انت ذاكر، ولو جبت اعلى من 85% قول لاهلك انك جبت امتياز. ويعني ده فل قوي. مش لازم تفكر في حسابات الجي بي اي دلوقتي. بس طب يا حودة، لو هتقول لهم نصيحة برضو مهمة يمشوا عليها في المذاكرة، هتقول لهم إيه؟ نصيحة، بصوا يا جماعة، هو أنا يعتبر أكتر حد عشوائي في مذاكرتي وفي نومي وفي كل حاجة، مفيش طريقة معينة كنت بذاكر بيها. لما دخلت الكلية كنت بحب أكتب كل حاجة، لأن أنا كنت في ثانوي يعني كنت كاتب منهج الكيمياء كله في كشاكيل، وحتى ما ذاكرتش من أي كتب بعدها، كنت بذاكر من أنا كاتبه. حاولت أعمل كده في الكلية في الأول معرفتش، بدأت أذاكر على طول، وبعدين يعني بقيت أسمع كتير عشان ما بحبش أبص في كتب كتير. المهم يعني الحمد لله كنت جبت امتياز في أول ترم. جيت في تاني ترم بقى قلت إيه بهجة تاني خالص، وقلنا هنذاكر هنكتب بقى وهنحضر محاضرات، وكنت أقعد مع عيسوي نحضر المحاضرة قبل ما ندخل. بصراحة فرق معانا كتير جدا، يعني إنك تحضر المحاضرة قبل ما تدخل ده يعني حاجة كويسة جدا. كنا بندخل نبقى عارفين الدكتور بيشرح إيه وماشيين معاه نقطة بنقطة، مبقناش ننام في المحاضرات. أنا عارف إن المحاضرات دلوقتي بقى نظامها مختلف، بس يعني برضو ما كملناش على الموضوع ده كتير، ما عرفناش إن إحنا نجاري الكلية بيشرحوا بسرعة جدا. في حاجات كتير كنا بنقع فيها، يعني في حاجات يعني بدأنا السنة بنحضر، جينا في النص بقينا في محاضرات تقع مننا مش عارف إيه وكده. بس برضو جينا في الآخر بنلم المواد، يعني بنشوف الحاجة اللي هي هتفرق معانا وبنعملها، مش عشان الناس كلها بتروح كورسات يبقى احنا نروح كورسات، لا انا ما بحبش. مش عشان الناس كلها مثلا بتحضر محاضرات يبقى انا لازم احضر. شوف انت خلاص، انت يعني درجاتك لنفسك وامتحانك انت هتمتحن لوحدك، مش عشان مثلا 90% من الدفعة بيعملوا حاجة معينة يبقى انا لازم اعمل زيهم عشان اجيب درجات زيهم، لا، عشان مش كل الناس بيجيبوا درجات زي بعض. يعني انا اعرف شخصيا ناس بدأت السنة بحاجات معينة، والترم التاني حاجة تانية، وسنة تانية حاجة تالتة خالص. في ناس كانت بتشيل مواد في أول سنة ما شاء الله، في سنة تانية بقوا يجيبوا امتيازات وامتيازات عالية. أنا عايز أحكي لكم قصة حد كان بيكلمني من فترة، إن هو متضايق أوي من نفسه إن هو بيجيب بي وبي ماينس، وحاسس إن هو خلاص يعني اتحشر في الحتة دي ومش عارف يزيد عنها. فأنا قلت له لا يعني ما تخافش، وحكيت له قصص ناس أنا أعرفهم ودفعتي، وقلت له كانوا شايلين مواد مش محتاج جايبين بي وبي بلس وكده، وجم السنه اللي بعدها جابوا درجات عاليه. فلا، فجيت لقيته والله السنه دي بعت لي ما شاء الله، يعني في اول ترم في سنه ثالثه جايب 96 ونص، يعني اللي هو اعلى مني واعلى يعني ما شاء الله، هتلاقيه من اوائل الدفعه دلوقتي. وجي قال لي بصراحه لما انت قلت لي الكلمتين دول انا افتكرتك بتضحك عليا او بتشجعني او بتواسيني وكده، بس لا فعلا يا جماعه، يعني هي مش مقياس، مش اول ترم. في ناس كانت جايبة درجات عالية جدا، برضه أعرف واحد شخصيا كان جايب 98%، ما شاء الله يعني.
يعني اللي يسمع الدرجة دي يقول أول ولا حاجة. وبعدين جه السنة اللي بعدها أو الترم اللي بعده تقريبا جاب 92 أو جاب 89، جاب حاجة زي كده. مفيش حاجة ثابتة، مفيش حاجة ثابتة، الناس بتعلى وبتقل، وكل واحد مقياس نفسه، كل واحد بطريقة مذاكرته. لو واحد بيحب يذاكر، يعني برضو أعرف حد بيحب إن هو يسمع الحاجة يخلصها وبعدين يمسك الكتاب بيحفظ الصفحة ماشي، وما شاء الله عليه برضو بيجيب امتياز. أعرف حد تاني لو قلت له اعمل كده مش هيعرف. حد تاني مثلا بيحب إن هو ما يسمعش أي حاجة، والله في ناس برضو كده معانا في الدفعة لا تحب تسمع محاضرات ولا كورسات ولا أي حاجة، تفتح كده وتقرأ وبرضو بيجيبوا امتيازات. فأنا لو قلت لده اعمل كده أو قلت لده اعمل كده، ولا ده هيجيب درجة عالية ولا ده هيجيب درجة عالية، كل واحد عارف طريقته وبيعمل بيها، ما تبصش لحد خالص. يعني دي خدعة إنك تبص لحد أو تبص ده أول دفعة وبيعمل كذا فأنا هعمل زيه، والله دي خدعة. يعني الواحد بطريقته الحاجة اللي هو بيعملها هو اللي هتنفعه، وجرب بالظبط. جرب جرب، والحاجة اللي تمشي معاك اعملها. يعني برضو أنا كان في دماغي حتة البرفكشنزم، وأحب إن أنا يعني ما فوتش نقطة في المنهج، وكنت كل ما أسعى للنقطة دي أقل أكتر، ما بعلاش. يعني الحمد لله لحد دلوقتي محافظ برضه على درجاتي. فربنا يسهل، يعني بنجرب. ولما دخلنا برضه الكلينيكال حاجة مختلفة خالص، يعني حاجة مختلفة خالص عن اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. وفي ناس ما شاء الله برضه كانت يا دوب بتنجح بالعافية، بقت دخلت الكلينيكال لا ما شاء الله بقى وحوش، لأنهم يحبوا التعامل مع الناس، يحبوا يعني جزء كبير من شطارتك في كلينيكال هي تعاملك مع المرضى، لان انت في حياتك معاهم، وهو في التعامل مع الناس يعني لا يعلى عليه، كويس جدا واجتماعي وظريف وبيهزر ومش عارف ايه، فده بيفيده جدا في امتحانات الكلينيكال، في العملي درجاته بقت كويسه جدا. فعادي يعني مش فيش حاجه مقياس. وفي ناس برضو بتحب امتحانات الاي سي، في ناس لا تحب ام سي كيو. يعني كان في دكتور بيشرح لنا بيقول لنا انتوا اتلغى من عليكم درجات الاي سي، وده صعب عليا الموضوع. ليه؟ بيقول في الاي سي انا ببقى عارف كام كيس كده معينه وكام توبك مهم هيجي في الامتحان انت هتحل عليه، انما في الام سي كيو يسالك في اي نقطه، هيسالك ما بين السطور، فهتعرف يعني، فوارد جدا انك تنقص او وارد جدا انك تغلط. يعني يبان الكلام ده غريب شويه، بس هو كدكتور طبعا خبرته اعلى مننا، فاكيد هو كلامه صح. يعني يقول لك انا هشرح لك ثلاثة اربعة توبيك، اكيد هيجي لك منهم اثنين كيس او ثلاثة ينجحوك، انما الام سي كيو ما تضمنش. وبرضو ما تقلقوش من امتحان الاي سي، احنا امتحاننا الجي اي تي اي سي اللي هو مفيش اصعب من كده، فما تقلقوش. هو الاسئلة بتبقى يعني شورت خالص، هو سطر واحد اجابة او كلمتين، يعني بيبقوا عايزين منك كلمتين ثلاثة كده يقروهم بيدوك الدرجة، سواء بقى انت كاتب صفحة كاتب الكلمتين دول بس. يعني مش هتفرق كتير في طريقة مذاكرتك، يمكن بس حاول تكتب شوية عشان لما تيجي الامتحان ما تبقاش أول مرة تكتب فيها. وبس أنا مش عايز أطول عشان اللي بعدي هيتكلم. وبرضه لو طب في أي أسئلة بارك الله فيك يا حودة، يعني وأنا بس في التعافات يعني الحمد لله، وإن شاء الله يكونوا استفادوا من كلامك الجميل ده. بس حابب في النهاية، بس خلاص وقت خلص تقريبا، هديكم بس الملخص كده الكلام اللي أنا قلته وربنا يكرمكم إن شاء الله. يعني أول حاجة أنا قلت إنك أول حاجة تحدد مصدر للمذاكرة، سواء يعني هل مصدر السماع بتاعك، هل هتسمع محاضرات ولا هتروح كورسات ولا هتعمل ايه، او هتسمع ريكوردات كورسات، المهم تحدد بس حاجة وتمشي عليها. وتاني حاجة تحدد المصدر اللي هتذاكر منه برضو، هل كتاب القسم، هل مذكرات من بره كده يعني. وهتحاول تنوع، يعني الحاجة اللي هنا لقيتها مثلا في هنا ديفكت معين في المحاضرة دي ممكن تسمع من بره، لقيت ديفكت معين في الكتاب من هنا ممكن تشتري مذكرة من بره كده يعني. تاني حاجة طبعا، وانت في الطريق يعني، وقلنا برضو اهم حاجة انك تذاكر ان شاء الله اول باول، وما تحاولش تراكم عليك كمية كبيرة يعني. تالت حاجة طبعا، وانت في الطريق حاول تقارن نفسك بنفسك بس، وما تقارنش نفسك بأي حد تاني خالص، وتقارن درجاتك بدرجاتك، درجاتك انت مش بدرجات حد تاني خالص. وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا ويكرمكم يعني. ماشي. دكتور بقى محمد صفوت،
واحد من الناس العزيزة على قلبي في أطباء، يعني هو من الناس اللي عاملة فيديوهات لعمل البطنة وعمل الرمد وعمل الأنف وأذن، وأنا يعني والله كل سنة فعلا يعني فيديوهات العمل بتاعته من الحاجات اللي أنا بستفاد بيها بشكل شخصي وبدعي له والله في كل وقت، لأنه مثال للعطاء بلا مقابل، اللي هو بيديلك الحاجة كده من غير أي حاجة، وهو يعني بإذن الله جزاؤه إن شاء الله عند ربنا يعني. فدكتور محمد صفوت هيتكلم معانا. ربنا يبارك لك والله على المقدمة دي. ربنا يبارك لك، ربنا يجازيك خير والله. ربنا يخليك. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا اعرفكم بنفسي الاول، اسمي محمد صفوت، دلوقتي في امتياز، زي ما تكون كبير شوية في امتياز. انا هتكلم عن موضوع الامتحانات الام سي كيو وازاي تحضر لها كويس. قبل ما اتكلم بس بالتفصيل، يعني انا اسف لو انا كلامي مش مرتب قوي علشان انا اول مره ادخل ايفنت زي ده. بس اولا، زي ما دكتور محمود احمد قال، يا جماعه صوابعكم مش زي بعضها. يعني انا كل اللي هتكلم فيه دلوقتي ده تجربه شخصيه مني انا، عشان انا بقالي 6 سنين بمتحن امتحانات ام سي كيو، ففي حاجات معينه لقيتها نفعت معايا. ده مش معناه خالص ان الكلام ده لازم ينفع معاكم. كل واحد اللي يلاقي حاجة نافعة معاه عكس كلامي يمشي ورا كلامه هو، ما يمشيش ورا كلامي. ليه؟ انت أدرى واحد بإيه اللي مريح بالنسبة لك. المهم حاجة تكون انت بترتاح معاها. فده أول نقطة بس حبيت أقولها، إن أنا معظم الكلام اللي أنا هقوله ده عبارة عن تجربة شخصية. أنا مش مثقف قوي زي دكتور محمود أحمد، فعشان كده معظم اللي أنا بتكلم عنه ده تجربة شخصية مني يعني. طيب أنا هقسم الكلام بتاعي، أهم نقطة اللي هتكلم عنها كتير شوية، ولو حد عايز طبعا يكتب حاجة في الشات، أنا معاكم يعني في الشات، ببص على الشات. هبدأ يعني. النقطة الكبيرة اللي هتكلم عنها هي كالآتي: أنا دلوقتي عارف إن عندي امتحان ام سي كيو بعد شهر أو بعد فترة ما، وفترات ما طويلة يعني إن شاء الله. أذاكر إزاي بطريقة منظمة بحيث إن أنا آجي على آخر الشهر ده أو على وقت الامتحان أكون معظم الحاجات أنا مخلصها. طيب أول ما تيجوا تبتدوا موديول، يا جماعة أنا عارف طبعا أنتوا ماشيين على نظام الموديولات اللي أنا للأسف أنا مش عارف عنه بالظبط، لكن اللي فاهمه إن أنتوا بتدرسوا يعني كذا مادة مع بعض، 8 مواد أو حاجة في وقت معين، يعني كل سيستم مع بعضه. طيب انا دلوقتي ابتديت موديول، فليكن مثلا موديول اللوكوموتور. من ضمن الحاجات اللي نفعتني قوي اول ما 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 من ضمن الحاجات اللي نفعتني قوي اول ما ما ان انا ابدا موديول او ابدا حاجه جديده او ابدا سنه جديده، ان انا اسال حد من اللي اكبر مني على نظام الموديول ده، ويفضل يكون حد اكبر منك بسنه على طول. يعني انتوا في سنة أولى يبقى تسألوا حد في سنة تانية، اللي في سنة تانية يسأل في حد في سنة تالتة. ليه؟ ليه؟ عشان أصلا كده كده النظام كل شوية بيتغير، وحتى على فكرة أنا متأكد يعني في النظام الجديد كل سنة مختلفة عن اللي بعدها. فحاولوا دايما تسألوا اللي أكبر منكم على طول، اللي لسه مخلص السنة دي أو اللي لسه مخلص الموديول ده. فاهمين قصدي؟ أنا صوتي واضح الأول بس عشان زي الفل. تمام. فدي نقطة. طيب أسأله عن إيه؟ أسأله عن كل مادة، المادة دي كبيرة، المادة دي صغيرة، المادة دي درجاتها عاملة إيه، المادة دي درجاتها قليلة، المادة دي درجاتها كبيرة، وهكذا. خدوا نصايح دايما من الأكبر منكم. مش لازم إن أنتوا، أنا مش بقولكم خدوا نصايح للتفاصيل، أنا بس بتكلم خدوا فكرة عامة عن الموديول من حد أكبر منكم، عشان تبقوا عارفين أنتوا داخلين على إيه بالظبط. ده هيوفر عليكم حاجات كتير قوي في المذاكره. يعني مثلا انا عرفت ان في ماده معينه لا درجاتها صغيره في الموديول ده، وفي ماده تانية درجاتها كبيره قوي، يبقى اركز في دي اديلها مثلا 2/3 وقت دي مثلا. يعني فاهمين القصد؟ فدي حاجه مهمه قبل اول ما اجي ادخل على اي موديول. طيب انا عرفت ان انا هدخل على امتحان ام سي كيو، انا مش هتكلم قوي عن الاساي عشان يعني انا ما اعرفش نظام الاساي عندكم ايه، لكن اعتقد عاده نظام الام سي كيو بيبقى واحد في كل حاجه يعني، فانا هتكلم عن الام سي كيو. طبعا انا مش هقدر كتير في حته مزايا وعيوب الام سي كيو، انتوا اكيد عارفينها يعني، بس انا هتكلم اكتر عن ازاي اتعامل مع مزايا الام سي كيو، وازاي اقلل العيوب بتاعه الام سي كيو. بمعنى ايه؟ مثلا ميزة الام سي كيو كلها
تتلخص في كلمة واحدة، إن المعلومة دي أنا شفتها قبل كده. هو ده ميزة الام سي كيو، إن أنت محتاج بس تكون قاري المعلومة قبل ما تكون داخل الامتحان. فدي النقطة، تمام؟ المعلومة دي أنا شفتها قبل كده، هو ده ميزة الام سي كيو. طيب ده نطلع منه بإيه؟ إنه أولاً محتاج وقت مذاكرة أقل من الإيسي أكيد، لأن أنا مش هقعد أحفظ، تمام؟ طيب طالما هو محتاج وقت مذاكرة أقل، بيبقى كده أقدر أستفيد من حاجة، إن أنا أقدر أراجع كتير، تمام؟ أنا عارف طبعاً المناهج كبيرة جداً، أنا عارف، وفي حاجات مش هتلحق تراجعها حتى مرة واحدة، فده أكيد. لكن حاول من أول السنة على الأقل أول شابترين ثلاثة اللي أنت واخدهم في أول الموديول ده تكون مراجعهم كذا مرة، بحيث إن هما في ليالي الامتحان هيشيلوا من عندك جهد. اه ده انا في 3 شباتر انا عاملهم كويس، يبقى كده خلاص فاضل لي شابترين اللي عاملهم نص نص نص، يبقى دول اللي ايه اللي هراجع عليهم، تمام؟ فتمام. اه من ضمن الدكتور عيسوي قاله مهم جدا جدا جدا، اسمع اول باول. يعني انا دلوقتي بحضر محاضرات، تمام؟ او انا بسمع ريكوردات، ايا كانت الطريقه اللي انت مشغال بيها واللي انت كويسه معاك، حاول تسمع اول باول. حتى لو حاسس ان انت مش نفسيا مش مهيأ. ساعات كتير يا جماعه احنا بنبقى في حاله اكتئاب، وده طبيعي جدا، في ابس اند داونز في الكليه دي طبيعي جدا. فاللي هو ايه، لا انا مش قادر اسمع الريكورد ده دلوقتي، والله مش قادر احضر المحاضره دي دلوقتي. أرجوكوا تعالوا على نفسكوا واحضروا أو اسمعوا وركزوا في السماع. ده أهم حاجة في الام سي كيو أصلا. أنا لسه بقول الام سي كيو أصلا المعلومة دي شفتها قبل كده أو المعلومة دي سمعتها قبل كده. مجرد إن أنا حضرت دي أول مذاكرة. الحضور لوحده مذاكرة؟ آه والله العظيم. أنا في ستة من الحاجات السيئة جدا اللي حصلت معايا إن أنا ما كنتش بحضر. جيت في آخر السنة لقيت أكوام شباتر عليا أنا معرفش عنها كلمة. فمجرد الحضور ده في حد ذاته مذاكرة، تخيلوا. كان في حد كاتب، معلش أنا عشان ببص في الأسئلة، في حد بيقول أنا في تانية فلسه في أمل أعوض. لا ده أمل كبير قوي. أنتوا تعرفوا سنوات الكلينيكال دي في حد ذاتها رابعة وخمسة، دول بالنسبة لكم، ده احنا في دفعتنا والله لسه نتيجتنا طالعه من كام يوم الترتيب بتاعنا. في ناس في كانت مثلا طالعه ال 100 وحاجه، عدت ال 100، وفي واحد والله كان الحاجه و70 بقى، والله العظيم والله العظيم حاجه و30 في سنه واحده من بتوع الكلينيكال. فهي طبعا كل سنه لها قدرها، ما قلناش حاجه، انا مش بكدب عليكم، لكن طبعا في امل للتعويض. ركزوا في السنين اللي بعد كده، هتعلوا جامد والله. يعني ده حقيقي، ده كلام، يعني ده حقيقي، ده حصل قدامي من كام يوم. انا في ناس ما كنتش متوقع انها تزيد بالدرجه دي، تمام؟ فسنه رابعه وخمسه بياخدوا فيهم ايه؟ هو انا للاسف انا اللي اعرفه ان انتوا في رابعه وخمسه بتاخدوا الكلينيكال اللي هو مواد الباطنه، الجراحه، الاطفال، النساء، الانف والاذن والرمد. ده على حد علمي دي مواد كلينيكال. غير كده ما اما اللي جاي، ما انا لسه بتكلم والله، انتوا في ثالثه والله رابعه وخمسه دي اللي فات كله صدقوني. يعني احنا بالنسبه لنا رابعه وخمسه بالنسبه لكم هي رابعه وخمسه وسته بالنسبه لنا، لان درجات رابعه وخمسه بالنسبه لكم كبيره. يعني الباطنه والجراحه دول في وقتنا احنا كانوا تقريبا بسنتين، يعني باطنه والجراحه دول لوحدهم بسنتين من بتوع الاكاديميك اللي هم اولى وثانيه وثالثه. فصدقوني يعني، لا لا والله ده مش بقول لكم اي كلام، فعلا يتعوض فيهم، فده حقيقي يعني. طيب انا هكمل بس كلام شويه وارد على الاسئله عشان بس ايه ما مش يعني ما اخرجش بره الموضوع، تمام؟ طب اجاوب على ده. طب انا هخلص بس، يعني هتكلم بس شويه كلام عشان اخلص حته ازاي نذاكر الام سي كيو، وهرد والله على كل الاسئله. انا قاعد معاكم يعني لحد بكره والله، ما ورايش حاجه. طيب اكمل كلامي. كنت بتكلم في ان وانت بتذاكر ام سي كيو اسمع اول باول، حتى لو نفسيتك مش مهيئه احضر. الحضور ده في حد ذاته والله ده مذاكره، مجرد بس انك بتسمع بتشوف كل ده في حد ذاته بيبقى فوتو ميموري عندك،
بيفضل في الذاكرة، حتى لو انت دخلت الامتحان وانت مش مذاكر اصلا وما ذاكرتش حاجة، ممكن والله العظيم حصلت معايا ان انا افتكر حاجة عشان اتقالت في المحاضرة. فده من نقطة مهمة، اسمع اول باول حتى لو انت نفسيا مش مهيأ. واقول لك على حاجة، حاول وانت في المحاضرة او وانت بتسمع الريكورد تفصل نفسك خالص عن يا لهوي ده انا ورايا 3 شباتر ما ذاكرتهمش، ده انا ورايا كذا ما عملتوش، لازم اعمل كذا. افصل دماغك خالص، يعني اعمل ايه؟ ركز في اللي بيتشرح وبس، انسى اي حاجة تانية غير اللي بيتشرح. انا هدفي ايه من المحاضرة؟ ان انا اسمع على قد ما اقدر، ان انا اركز على قد ما اقدر، وانسى العالم الخارجي كله. تمام؟ فدي نصيحة يعني مهمة، احضروا واسمعوا كتير. ومن الحاجات اللي معايا انا، مش كل الناس بتمشي على النقطة دي، بس انا من النوعية اللي بحب اقرا كتير اكتر من ان انا اذاكر مرة واحدة بدش. يعني ايه؟ انا سمعت المحاضرة او حضرت المحاضرة النهاردة، وانا راجع في الميكروباص بقراها حقيقي والله، وانا راجع في الميكروباص اقراها، وبعدين رجعت البيت ماليش نفسي اذاكر شوية، قعدت شوية لعبت شوية مفيش مشكلة، جيت على بالليل دماغي هديت شوية ارجع اقرا المحاضرة تاني. كده انا قريت المحاضرة مرتين. اجي مثلا على اخر الاسبوع، او مثلا خلصنا شابتر في الكلية، في شابتر كامل خلص في الكلية، طب ما اقراه هو كله على بعضه، الشابتر ده مثلا ب3 محاضرات ولا ب4 محاضرات وهكذا. فانا بالنسبة لي كان موضوع القراية الكتير ده بينفع معايا اكتر بكتير من ايه؟ السماع. عشان ما اطولش برضو، من عيوب الام سي كيو المهمة قوي انه للاسف زي ما دكتور عيسوي ودكتور جمال قالوا من شويه، انه في تفاصيل كتير، انت ممكن تتسال في اي تفصيله في كتاب الاسم. ده للاسف فعلا ده من مشاكل الام سي كيو. طب احلها ازاي؟ من جهه المراجعه الكتير، انا كل ما اقرا حاجه مره واتنين وتلاته في نقط انا خلاص لقطتها من اول مره، طب في نقط تانية انا ما لقطتهاش، خلاص لما ارجع المره التانية هلقطها وهكذا. طيب في حاجات معينه لازم تتحفظ في الام سي كيو، في تفاصيل معينة زي مثلا حاجات فيها أرقام، بس يعني حاجات فيها أرقام ممكن تيجي، يعني أرقام الجداول، أي حاجة فيها كومباريزون. الكومباريزون دي مادة شرهة جدا يا جماعة للإم سي كيو. أي حاجة فيها جدول اعرف إن السؤال ده هيجي all of the following are true about this except، ويحط لك 3 فيتشرز من الحاجة الأولانية وفيتشر من الحاجة التانية، وكأنه جاب لك سؤال كومبير في إم سي كيو. فدي بتحصل كتير جدا، الجداول دي مهمة جدا في الام سي كيو. التعريفات خصوصا لو كذا تعريف مكتوب ورا بعض، يعني في 4 تعريفات موجودة ورا بعض، اعرف ان ده هيجي ام سي كيو. التعريف ده is defined as، ويجيب لك ال4 تعريفات. فالتعريفات خصوصا لو موجودة ورا بعض دي تتذاكر، دي حاجات لازم تتحفظ كده في الام سي كيو يعني. تمام؟ زي ما بقول، طبعا من ضمن عيوب الام سي كيو ان هي حاجة، من ضمن عيوب الام سي كيو ان هي محتاجه فهم، ده على عكس الاساي اللي هو بيبقى معظمه دش. يعني الام سي كيو محتاج فهم. طيب اعمل ايه في حوار الفهم ده؟ انا بحضر محاضرات، اللي فهمته من المحاضره فهمته، اللي ما فهمتوش اسال الدكتور عليه. طب ما الدكتور مش موجود، مش كده؟ ممكن اسال صحابي عليه، في ناس على فكره في كل الدفعات بتعرف تشرح وبتحب تشرح، شوف حد من اصحابك يكون بيحب يعني كده واقعد جنب، مش لازم تقرفه يعني، وممكن تختار 3 4 مش لازم واحد يعني، علشان ما تقعدش تسأله كتير وكده، اختار 3 4 اسألهم عادي. ده يعني انتوا بتعرفوا الناس دي بعد فترة، خصوصا لما مثلا تبقوا في ثالثة ورابعة، في ناس معينة كده في الدفعة هيبقوا دول دايما اللي بينقذوكوا، فدول اعرفوهم من بدري واسألوهم دايما. او لو الموضوع بقى يعني صعب، ممكن بقى تسمعوا ريكوردات، تسمعوا يوتيوب، على حسب بقى كل واحد ايه ونظامه ماشي ازاي يعني. طيب اذاكر منين؟ السؤال المشهور قوي، اذاكر منين؟ طبعا خصوصا في سنوات الاكاديميك اللي هم اول 3 سنين، المصدر رقم واحد هو كتاب الاسم. ليه انا بقول كده؟ علشان اقسام الاكاديميك بتجيب امتحاناتها من كتب الاسم، ده على عكس اقسام الكلينيكال. اقسام الكلينيكال اللي هعلمكم بعد كده في 4 و5، يعني احنا عرفنا ان كتبها ناقصه فيها معلومات ناقصه،
الاكاديميك مش كده، الاكاديميك اللي هم اول 3 سنين كل معلومه في كتاب الاسم دي هي دي المعلومات فقط اللي عليك، ما عندكش حاجه اكتر من كتاب الاسم غير زيادات المحاضرات ودي هتكلم عنها. طيب يعني انا ذاكر من كتاب الاسم، طب كتاب الاسم مش عاجبني، اختار اقرب سورس لكتاب الاسم، وده تعرفه برضو من الناس اللي اكبر منك، اسأل حد اكبر منك ايه السورسات اللي قريبة من كتاب الاسم وذاكر منها. فدايما اختار حاجة تكون اقرب ما يكون لكتاب الاسم، تمام؟ طيب زيادات المحاضرات، زيادات المحاضرات حلها حاجة من اتنين، يا اما انت تكون بتحضر المحاضرة، يا اما لو انت مش بتحضر المحاضرة يكون لك حد تعرفه بيحضر المحاضرة ويقول لك عليها. طيب هل كل المحاضرات زيادتها مهمة؟ في محاضرات كتير على فكرة، أنا من أيام ما كنت بحضر الأكاديميك في محاضرات كتير والدكتور يقعد يتكلم في نقطة مش موجودة أصلا في كتاب الاسم، هل دي عليا ولا مش عليا؟ بص في أقسام معينة زيادات المحاضرات عندها مقدسة، وفي أقسام تانية لا، هو الدكتور بيشرح اللي هو عايزه في المحاضرة وفي الآخر إحنا بنجيب الامتحان من إيه؟ من كتاب الاسم. طب أعرف ده منين؟ من حد أكبر منكم. الأقسام نفسها اتغيرت علي من على أيامي، فحتى لو قلت لكم أسامي أقسام أنا مش هفيدكم بحاجة، لأن كده كده الدنيا اتغيرت خالص عن أيامي أنا. فلازم تسأل حد أكبر منك، في أقسام معينة بتهتم قوي بالزيادات، لا والله دول جابوا من زيادات قبل كده، يبقى دول تهتم بمحاضراتهم قوي. لا دول ما بيجيبوا من كتاب الاسم بس، يبقى خلاص طنش الزيادات. فدايماً اسأل حد أكبر منك في المعلومات اللي أنت ما تعرفش عنها. طيب نيجي لسؤال مهم جدا جدا جدا، احل ولا ما احلش، ولو هحل هحل منين وهحل امتى وهحل ازاي وهحل ليه والكلام ده، نقطة الحل. طيب انا احل ولا ما احلش الاول ولا اعتمد على المذاكرة؟ انا في حياتي في الطب انا كنت عملت تلات اختيارات، والله التلاتة كانوا ماشيين معايا فول، بس هي بتختلف مع حاجات معينة ازاي هقول لكم دلوقتي. انتوا الدنيا ماشية كويس بس لحد دلوقتي ولا ايه؟ عشان انا ما كنتش، بس انا اسف لو انا قاعد برغي وبتكلم كتير، بس زي ما بقول لكم انا اول مرة ادخل ايفنت زي ده، ف حد بس يكتب لي في الشات يعني تمام الدنيا كده. اوكي تمام، احل ولا ما احلش واحل ليه؟ احل ولا ما احلش الاول؟ بص انا لما كنت في اول 3 سنين كنت ما بحلش خالص، انا كنت بعتمد على مذاكرتي، بس عشان تعمل حركة زي دي خدوا بالكم لازم الشروط دي تكون متوفرة. أنا الحمد لله يعني على أول 3 سنين أنا كنت من أوائل الدفعة العشرة الأوائل يعني، بس عشان تعرفوا تعملوا الحركة اللي زي دي لازم الشروط الآتية تكون متوفرة. أولا تكون أنت شخص بتذاكر كتير قوي، وأعني بكتير قوي يعني كتير قوي، يعني أنت بتذاكر حلو قوي وما بتكونش بتفوت كلمة الكتاب، وكمان تكون فاهم كل كلمة، بحيث ان انت كده مش محتاج حاجة من الحل اللي هو ايه، انا عارف كتاب الاسم ده بكل اللي فيه، بفاهم اللي فيه، بفاهم اللي حواليه بكل حاجة، فانا مش محتاج حل في حاجة، لو جالي اي حاجة في الامتحان هحلها. انا كنت بتعامل كده في اول 3 سنين والحمد لله كانت ماشية معايا حلو، بس ايه مشكلتها؟ مرهقة نفسيا وجسديا بشكل انتو مش متخيلين. صعبة، غير لو انت طبعا يعني لو حد عبقري يعني ده امشي مع النقطة دي. ففي رأيي لازم طبعا تحل، يعني انا في رأيي الشخصي لازم تحل، وانا اعتمدت على حل برضو اخر 3 سنين وبرضو الحمد لله درجاتي كويسة يعني، فدي بتبقى اختلاف شخصي يعني. فطيب احل امتى؟ طيب احسن وقت للحل بالنسبة لي هو بعد تاني قراية، يعني انا قريت حاجه سمعت المحاضره وزي ما بقول وانا راجع في الميكروباص قريتها مره وليلتها قريتها مره. طيب انا قريت وفهمت، طبعا قرايه بفهم، انا قريت وفهمت احل. طب احل منين؟ بصوا في اقسام بتكون منزله حاجات للحل، في دكاتره بتنزل حاجات للحل، انا بالنسبه لي كنت بحل اي حاجه بتتحط تحت ايدي يعني، بس طبعا تكون حاجه ليها دعوه بمنهجنا يعني، مش خصوصا في السنين الاكاديميك ما احبسش قوي ان انتوا تحلوا حاجه من جامعه تانية عشان المناهج بتختلف من جامعه للتانية، تمام؟ فتكون حاجه تبع جامعتنا يعني. فتحلوا اي حاجه تيجي تحت ايديكم. طب انا هدفي في الحل ايه؟
هدفي اوضح ايه النقط اللي انا كويس فيها وايه النقط اللي انا وحش فيها. مثلا 4 أسئلة ورا بعض انا حليتهم غلط في نفس النقطة، يبقى كده الحتة دي فيها مشكلة. يا اما انا مش مذاكرها اصلا ومش فاكرها، ارجع في وقتها اذاكرها، لا دي حتة فيها مشكلة لازم ارجع اذاكرها. تمام. طيب يا اما انا فاهمها غلط، ساعات بتبقى ان ده بيحصل كتير، يعني ان انا ذاكر حاجه وافهمها غلط، ومين بقى اللي يوضح لي ان انا كنت فاهم غلط الحل؟ عشان كده دي فايده الحل، انها ساعات بتبين لي ان انا اصلا في حاجه معينه انا فاهمها غلط، فدي من فوائد الحل المهمه جدا يعني. طيب فده هدف الحل. الصراحه في وقت تالت للحل، بس ده يعني انا ما حبذوش قوي الا لو حد، وده هينفعكم اكتر الصراحه في سنه رابعه وخمسه. هقول لكم بس هو ايه كده بسرعه، يعني انا مش هطول، انا خلاص فاضل لي 5 دقايق وخلص. طيب ايه هو بقى؟ انك تحل قبل ما تذاكر. ليه بقى؟ هنا حل له هدفين تانيين خالص، غير خالص ان انت تعرف معلومات، لان انت غير انك تقيس معلوماتك، لان انت كده كده ما تعرفش حاجه. هدف الحل في الحاله اللي زي دي انك تعرف معلومات. ساعات انت لما بيبقى قدامك كتاب كبير ب 80 صفحه مش هتعرف تحفظ ال 80 صفحه، فانت بتجيب كتاب الام سي كيو وتحفظ النقط المهمه بالحل. الحل بيبقى عباره عن اكتساب معلومات بالنسبه لك لاول مره، وانت كمان لما تيجي تذاكر بعد كده هتبقى عارف الحتة دي مهمة ولا مش مهمة. ليه؟ الحتة دي انا شفتها في الاسئلة يبقى دي مهمة، الحتة دي انا ما شفتهاش في الاسئلة يبقى مش مهمة. تالت حاجة، ودي هتنفعكم قوي في سنة رابعة وخمسة، انك تتدرب ازاي تحل حاجة انت ما تعرفهاش بحاجة اسمها الكومن سنس، بحاجة اسمها الحدس. ايوه يا جماعة، الهبد اللي احنا بنقول عليه هبد، ده له معنى. بعد فترة لما تبتدي تحل حاجات انت ما تعرفهاش، هيبتدي يتكون عندك حاجة كده اسمها common sense، اللي هو ايه، هي شكلها كده، ولما تحلها كده تطلع صح. وعلى فكرة بتطلع صح عشان وتطلع بره الامتحان تلاقي انها صح زي ما انت فكرت فيها بالظبط، فدي حاجة هتنفعكوا بعد كده في السنين اللي بعد كده. فيعني دي حاجة كده خلوها على جنب لو حد عايز يعملها، لكن ده مش حاجة أساسية. الحل أساسه إنك طبعا بعد ما تخلص الشابتر تحل وإيه تقيم نفسك عليه. طيب في نقطة أخيرة كده عايز أتكلم عنها. أنا دلوقتي آخر خمس خ... أنا فاضل لي 5 أيام على الامتحان، أعمل إيه في ال 5 أيام قبل امتحان إم سي كيو؟ طيب قبل امتحان إم سي كيو في ال 5 أيام دول أنا المفروض عندي 3 حاجات. انا على حسب الاول هلحق اخلص اصلا ولا مش هلحق اخلص، دي حاجه انتوا هتعرفوها ما بينكم وما بين نفسكم، يعني في هو انا خلاص الوقت ازف وقدامي كميه كبيره قوي مستحيل اقدر اخلصها. هتكلم الاول لو اقدر اخلص، لو اقدر اخلص انا قدامي 3 حاجات: اراجع حاجات اللي كنت ذاكرها من زمان، واذاكر الجزئيات اللي انا ما لحقتش اذاكرها خالص، لان اكيد اكيد هيبقى في جزئيات ما لحقتش اذاكرها. تمام. وحل اعمل ايه امتى؟ والله انا بالنسبه لي انا بذاكر حاجات، براجع حاجات اللي انا كنت مذاكرها قبل كده. ليه؟ لان انا ببقى عارف انها حاجات انا مذاكرها كويس اصلا، فبراجعها سريع سريع في يوم يومين، تمام، من 5 ايام مثلا. طيب وبعد كده اذاكر حاجه اللي انا ما فتحتهاش خالص. طب هو مش ده يعتبر ريسك شويه؟ اه هو ريسك، هو ريسك، بس انتوا لازم تتعودوا على النقطة دي، لان احنا للأسف الكلية عندنا مضغوطة. لازم تتعودوا على ان انت يبقى في حاجة فاضلك 3 ايام على الامتحان وانت ما قريتهاش خالص، وتعرف تتعامل وتعرف تتصرف خالص، وتقدر تتصرف على فكرة. ليه بقى؟ لان حاجة اللي انت مش عاملها كويس دي ولا ما قريتهاش خالص، لو انت جيت ذاكرتها قبل الامتحان ب 5 ايام، هتيجي ليلة الامتحان عايز تراجعها، فانت بتضرب عصفورين بحجر، انك ايه تذاكرها مره واحده قبل الامتحان بيومين. فاهمين انا بتكلم في ايه؟ الحاجه دي انت ما ذاكرتهاش خالص، فانا عايز هتفضل في دماغي لحد ما ايه ما يجي وقت الامتحان، فانا قبل الامتحان بيومين اعملها، وقبل الامتحان ب 5 ايام اراجع ايه الحاجات اللي انا
كنت اوريدي مذاكرها قبل كده، فاهمين؟ ده برضو حاجة انا يعني دي حاجة خبرة من عندي، ما ممكن تنفع ممكن ما تنفعش ناس، تمام؟ طيب انا لو ما عنديش وقت بقى اعمل ايه؟ هنا بقى بنضطر نعمل حاجات كده ايه ملولوة شوية. بصوا بقى، في حاجة انا بعمل، انا يعني لما بتزنق الزنقة دي واللي كلنا بنتزنق فيها والله يعني ده طبيعي والله، بعمل ايه؟ بشوف درجات كل حاجة هتدخل في الامتحان ده ايه، ولو اقسام منزلها لكم كمان تقسيمة الشباتر كل شابتر عليه قد ايه، ده يبقى حلو قوي ده لو عندكم يعني. طيب في شابتر صغير ككم، تمام، ودرجاته كبيرة يعني درجاته حلوة، مش هقول لكم اكبر درجات، شابتر نص نص، مش كبير قوي ودرجاته كبيرة، يبقى ذاكره. طيب شابتر كبير بس درجاته كبيرة قوي، يبقى ذاكره. طب شفاتر نص نص، خلاص دي هضطر ان انا هضطر اسفا ان انا ايه ما اعملهاش، لان خلاص هي ملهاش وقت، فاهمين؟ وده بيساعدكم في حتة ان انتوا تكونوا سامعين المحاضرات، عشان كده بقول لكم احضروا المحاضرات. ليه؟ احضروا المحاضرات دي بتفيدكم في النقطة دي، ان انت هتضطر في وقت ما هتدخل امتحان في حاجات انت ما قريتهاش اصلا. طب ده عادي؟ اه عادي، مش انا سامع محاضره ما يمكن حاجه من المحاضره تلقط، وده بيحصل والله يعني، ده حقيقي. من انا نفسي ياما ياما في حاجات حلتها من المحاضرات وانا مش فاكرها اصلا، اه المعلومه دي اتقالت، فاهمين؟ فدي نقطه يعني لازم تحطوها في دماغكم. اه انا اسف، انا كده طولت قوي عن الوقت بتاعي، خلاص انا فاضل لي نقطه واحده بس اللي هتكلم فيها. آه طيب كده احنا اتكلمنا عن ازاي تعمل ايه لو انت ما عندكش وقت. شوف درجات كل حاجة واختار بقى. تاني حاجة حل. هنا بقى حل له ميزة تانية، انا هحل اللي ما اعرفوش، احل واشوف ايه اكتر حاجة بيجي عليها اسئلة واقراها بسرعة، فاهمين؟ يعني انا جيت احل لقيت 5 اسئلة ورا بعض على نفس النقطة، يبقى النقطة دي اكيد مهمة، يبقى اروح اقراها، اقرا الصفحه بتاعتها بس، تمام؟ ببتدي انقي، انا هضطر في وقف في الوقت ده وانا مزنوق وما عنديش وقت ان انا هنقي. طب انقي ازاي؟ بشوف، بحل اشوف الحتت المهمه في الحل ايه وارجع اقراها بسرعه، تمام؟ فدي ازاي انقي حاجه قبل الامتحان. طيب ده ازاي اقدر اتعامل مع ايه لو انا ما عنديش وقت. وبرده نصيحه اخيره كده، يعني لو انا رايح امتحان الصبح وفاضل لي حاجه ما قريتهاش، والله اقراها في المواصلات، ده حقيقي والله، ده مش كوميك، اقراها في المواصلات. انا ياما 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 جالي اسئله في حاجات انا لسه قاريها على باب اللجنه، انتوا ما تتخيلوش دي، يعني دي بتنفع والله. هو بس طبعا بدعاء الوالدين وكل حاجه، يعني دي بتبقى دعاء الوالدين في الاصل، لكن ده حاجه يعني كده ايه قلت لكم، يعني قلت اقول لكم عليها. طيب انا كده يعني اعتبر المفروض خلصت. هو دكتور مرتضى، في حد بقى هيتكلم بعدي ولا ابتدي اشوف الاسئله ولا ايه؟ هو ادهم قال هيتكلم في حوالي 10 دقايق كده، لو فبراحتك، لو ادهم جاهز دلوقتي خش، لو حابب تجاوب على الاسئله بص عليها بصه كده او جهز الردود على ما ادهم يخلص يعني. مفيش مشكلة، خلي دكتور صفوت يا مرتضى، أنا قاعد يعني معك يرد على الأسئلة يعني، عشان يبقى الموضوع في يبقى يعني في دماغهم زمايلنا، في دماغهم كلام تمام. دكتور محمد خلاص تمام يا أدهم، تمام. أنا هرد بسرعة يعني، ما تقلقش، أنا آسف لو طولت أصلا في الوقت، أنا بس أول مرة زي ما بقول لكم يعني أعمل حاجة زي كده، فأنا آسف لو طولت يعني. لحظة بس أجيب الأسئلة. طيب حد بيقول ما نعرفش حد نسأله، ما عرفش حد بيحضر محاضرات، هو بيبقى عدد اللي بيحضر محاضرات، أنا فعلا عارف إن هو قليل، بس على الأقل يعني بص، هو احنا في حاجة كده بنعملها احنا ما بيننا وما بين بعض، يعني في جروب كده على التليجرام، تمام، بيبقى الدفعة معظمها عليه، وهو والله اللي بيبقوا ماسكينه اصلا ناس
يعني خيرة وبتحب العطاء زي ما دكتور مرتضى قال بدون أي مقابل. فاعملوا جروب زي ده وجمعوا بعض، يعني جمعوا بعض كدفعة، مش لازم على الفيس في وسط الملأ يعني، بس ممكن على جروب صغير على التليجرام تجمعوا بعض فيه. فدي حاجة ممكن تعملوها انتوا مع بعض كدفعة. حد بيسأل عشان اخد نيابة الجامعة ابقى كام من الاوائل وبتفرق ايه عن نيابة الصحية؟ ده موضوع طويل قوي، بس ببساطة يعني عشان ما معقدش الامور، في نيابات اسمها ايه، في نيابات كلينيكال وفي حاجات اكاديميك، تمام؟ دي ليها مميزات ودي ليها مميزات، دي ممكن اتكلم عنها اصلا في يوم تاني لوحده يعني، بس ده بدري قوي عليكم يعني. بس في العموم النيابات بتاخد اعتقد لحد يعني ما بين 150 ل 200 حاجه كده، والاكاديميك مثلا من باقي 150 لحد مثلا 300 ولا حاجه يعني، هي في الحاجات دي. لا لا، الكلينيكال لحد 250، انا اسف، الكلينيكال لحد 250، ومن اول 250 ل 300 ده حاجات الاكاديميك. فهي برضو بتفرق ما بين الدفعه للدفعه، لكن ده في العام يعني. وبعد كده بقى بيبقى عند نيابة الصحة. وعلى فكرة عايز أقول لكم حاجة من وانتوا صغيرين أهو، والله العظيم نيابة الصحة مش سيئة زي ما انتوا متخيلين، ومش معنى إن حد ما جالوش نيابة جامعة إن هو كده خلاص، ده غلط تماما. نيابة الجامعة لعلمكم يعني من الحاجات اللي فيها مشاكل لا تتخيلوها، وفي ناس أصلا بتمشي من الجامعة وتروح الصحة بعد ما تعينت في الجامعة، انتوا متخيلين؟ الجامعة لها مشاكل، فمحدش يزعل ان هو ما جابش مجموع حاجة يدخله الجامعة يعني، ده بجد ما تتضايقوش. طبعا هي لها مميزات معينة، لكن يعني صدقوني كونك تبقى دكتور شاطر ملهوش اي علاقة بانت في الجامعة ولا في الصحة، ده حقيقي يعني، ده كلام يعني احنا بنشوفه. فكونك دكتور شاطر ملهوش دعوة خالص انت في الجامعة ولا في الصحة، فما تحطوش النقطة دي بالذات في دماغكم. دايما حاولوا تكونوا أحسن ما أنتوا تكونوا، أو أحسن ما أنتوا تقدروا تبقوا. يعني إيه؟ كل واحد يطلع أحسن حاجة هو يقدر يعملها. زي ما قلت لكم في الأول، أنتوا صوابعكم مش زي بعض، مش كل الناس زي بعضها، مش كل الناس قدراتها زي بعضها. أنت طالما بتعمل اللي عليك ربنا هيكتب لك الخير أيا كان هو الخير ده إيه، وتروح في الجامعة بقى، تروح في الصحة، تروح في أيا كان أنت المكان اللي فيه، طالما أنت بتتقي ربنا في شغلك فإن شاء الله بعد عمر طويل هيبقى ليك مكان يعني، وهتحقق اللي أنت نفسك فيه إن شاء الله. ده حقيقي، مش كلام إنشا، صدقوني يعني. سماع المحاضرات بياخد وقت كتير، احضر. ودي كانت مشكلة عندي أنا، كنت ساعات في حاجات معينة يعني، بعد يعني احنا في اخر سنتين طبعا للاسف بسبب كورونا والكلام ده ما كناش اصلا بنحضر الكلية، فانا كنت في حاجات معينة بسمعها ريكوردات لدكاترة، تمام، لدكاترة الكورسات يعني. فانا عمال طبعا سماع الكورسات ده له مشكلة، ان انا اقوم اجيب النسكافيه اقعد على الفيس ساعتين، ده عندنا كلنا ما فيش فيه اي مشكلة. طيب اعمل ايه؟ احضر. حاول تحضر المحاضرات، تجبر نفسك انك تحضر المحاضرات. او اسمك احمد، تمام، دكتور احمد. حاول تجبر نفسك انك تحضر المحاضرات او تحضر الكورسات ايا كان، بس احضر. ليه؟ انت هتحضر، انا عارف ان انا رايح نازل من بيتي عشان احضر محاضرة، مش هضيع الساعتين بتوع محاضرة، هقعد في محاضرة مركز على قد ما اقدر. وزي ما قلت لكم الغوا العالم الخارجي وانتوا في المحاضرة، وانا في المحاضرة بعمل ايه؟ بركز في محاضرة، ورايا 50 شابتر يتحرقوا، فهو بالظبط كده. اي حاجة تانية غير تركيزي في المحاضرة تتحرق وانا في المحاضرة، فاهمين؟ بس فده اجبروا نفسكم عشان انكم تنزلوا يا جماعة، دي حاجة بتفرق فعلا. الناس اللي مش بتعرف تسمع او بتتشتت بالسماع تحضر، تجبر نفسها انها تحضر. وبعد كده لو في تسجيل او حاجة دي تقدر تسمعه، لو في حتة مثلا هي ما فهمتهاش قوي، حتة ما كانتش مركزة فيها قوي، وهكذا. لكن اجبروا نفسكم تحضروا. انا مش عايز بس اطول. لو عندي امتحان بعد تقريبا 20 يوم وفي حاجات كتير قوي متراكمة عليا، طبعا هي دي هتبقى محتاج مجهود، هتبقى محتاج مجهود منك شوية، لكن تقدري طبعا يعني. 20 يوم ده كمية مش قليلة، وبعد فترة يا جماعة برضو هتتعودوا ازاي تنظموا وقتكم شوية يعني، حتة تنظيم الوقت دي برضو مهمة، فدي طبعا تقدروا. هي هتبقى محتاجة مجهود، ما بقولش حاجة، مع على حسب برضو الكمية اللي متراكمة ايه.
وزي ما قلت دايما ابتدوا بحاجه، يعني ابتدي مثلا ذاكري شويه حاجات جديده وبعدين راجعي على الحاجات القديمه قوي، وخلي مثلا شابترين ثلاثه كده في اخر ايه يوم اعمليهم عشان ما تضطريش تراجع عليهم تاني، فاهمه؟ نظمي وقتك يعني. طيب دي نقطة مهمة. هل مذاكرتنا في ال5 سنين اللي قبل الامتياز ودرجاتنا هتفرق في شغلنا بعد كده كدكاترة؟ الحقيقة لا، وعلى فكرة ده ما فيهوش أي مشكلة. هو أنتم متخيلين إن حاجة وأنتم في سنة أولى لما تيجوا بعد كده في سنة ستة أو يعني في الامتياز هتكونوا أصلا فاكرينها؟ ممكن طبعا الناس تكون فاكراها، أنا مش بتريق، أنا مش بتريق خالص، لكن عادي يا جماعة، ما الناس بتنسى. أقول لكم على حاجة، احنا دفعتنا داخلين بعد والله العظيم احنا بعد بكره هنبدا امتياز ولا حد فينا فاهم حاجه، ده عادي، ده عادي خالص، والناس كلها عارفه كده، ما فيش مشكله. الشغل العملي حاجه والدراسه حاجه. طبعا كل ما تكون كويس في الدراسه، كل ما هيبقى عندك علم قوي تقدر تحوله لشغل عملي، لكن الشغل العملي حاجه والدراسه حاجه. دايما بقول كمان العلم حاجه والتعليم حاجه، فيعني لا لا ما تقلقوش، لو حاجه مثلا انتوا مش اقوياء فيها قوي ما مش هتفرق معاكم قوي. واقول لكم على حاجه، لو حد فيكم مهتم قوي يعني ممكن في الاجازه هو يقرا الحاجات اللي هو عايزها براحته. براحته يعني ايه؟ يعني اقرا مثلا محاضره في اليوم، اقرا الكتاب انا مع نفسي، لو حاجه انتم مهتمين بيها، لكن مش كضغط دراسه يعني. سنين النيابة إجباري بعد الامتياز؟ لا أنا مش عارف دي بقى في الصحة ولا في الجامعة، أنا دي نقطة أصلا ما عنديش خلفية عنها للأسف يعني. أعمل إيه علشان أتجاوز مشكلة النسيان؟ بكون فاهمة ومذاكرة وحلة أدخل امتحان السؤال بكون شايفاه قبل كده بس حرفيا مش عارفة أفتكر إجابته، الكلام ده من سنة أولى. طيب هي دي ممكن تكون مشكلة توتر، هي حصلت مرة معاكي فقلبت بعد كده بتوتر، فالتوتر جاب نسيان. ده علاجه ايه؟ تعود، محتاج تعود. وممكن تعملي حركة كده، انك وانت قاعدة في البيت مثلا هحل 30 ام سي كيو في 30 دقيقة وتحطي جنبك الساعة وتبتدي تحلي، فدي ممكن تقلل التوتر شوية. لكن حوار النسيان ده عندنا كلنا. طب أدهم معلش ممكن تبدأ تتكلم عشان بس أنا جاتلي شرقة، معلش تمام. معلش أنا شرقت، بس فاتكلم أنت بس شوية ما أشرب مية كده وهرجع. تمام. السلام عليكم يا شباب، انتوا شايفيني كده كويس او سامعيني كويس؟ تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم زميلكم ادهم جمال. ان شاء الله هتكلم معاكم عن العلاقات بين طالب، يعني العلاقات اللي حوالين طالب الطب عموما يعني. مش هنطول ان شاء الله. اول حاجه عايز ابتدي بقصه، اللي هي اول ما دخلت الكليه لقيت واحد زميلنا اكبر مننا في سنه رابعه بيشرح مادة من أصعب المواد عندنا، هي طبعا عندكم أنتم أسهل مادة، اللي هي مادة الهيستولوجي، أو لو حد برضه شايفها صعبة يعني ممكن تبقى صعبة فعلا جدا يعني. ومفضي وقته فعلا ومفضي مجهوده، وكان بيشرح لنا في المسجد. هو الدكتور ده طبعا توفاه الله، ربنا يرحمه يعني، نسألكم جميعا إن أنتم تدعوا له. فيعني فعلا الموضوع ده معلم معايا بقالي هنا في امتياز، معلم معايا من ساعتها. يعني ليه الراجل ده في الوقت ده فضى نفسه وساب مذاكرته وساب شغله وجاي يشرح لنا، يشرح للطلبة وما انتظرش مننا مقابل يعني. يعني بعد كده مثلا كان لله، كل اللي عمله ده لله، ودي اللي دي مدخل بتاع الكلام بتاعي. انا علاقتي ايه ما بيني وبين الناس، ما بيني وبين زمايلي؟ هل ما نشوفه ما بيننا وبين بعض اللي هو اصبح دلوقتي نسبة كبيرة مننا بنتعامل بيها، اللي هو احنا متنشنين مع بعض، او زمايلنا اللي عارف معلومه ما بيقولهاش، او اللي احنا بنشوفه اللي هو زمايلنا حضر كورس وما بينزلش تسجيل او بينزلش الاسئله؟ الكلام ده تقريبا شبه كان معدوم في دفعتنا،
لدرجة دفعتنا كانوا بينزلوا الصور والبي دي افات والتسجيلات بتاعت الدكاترة وفيديوهاتهم وكل حاجة أكنك قاعد في الكورس. المدخل ده هو اللي هيخليك زي ما انتوا كنتوا بتتكلموا عن اللي هو الكمالية والكفاءة، أو إن أنا كشخص أو طالب عايز أسعى الكفاءة وعايز أنا أطلع ومحدش يطلع معايا. الصورة دي يا شباب لو وصلت لحد فيكم هي من الشيطان، وصورة غلط جدا، وصورة بتهلك الواحد فعلا، وهتجيب بيه الأرض وهتخسف بيه الأرض. عايز أنبه على النقطة دي جدا، محدش يفكر أبدا بالطريقة دي. أبسط مثال على الموضوع اللي أنا بقول لكم عليه ده الميتنج اللي معمول ده. الميتنج اللي معمول ده زمايلنا من أطباء اقترحوا الفكرة، فضوا وقتهم تقريبا طول أسبوعين إجازة بيرتبوا مع عيسوي مع دكتور محمود أحمد ومع دكتور محمد صفوت. الناس دي كلها فضت وقتها، ومحمود احمد طبعا مشغول وصفوت مشغول وجم. طبعا هما مش باصين للنقطه اللي انا كنت بتكلم عليها دي نهائيا. فده ربنا سبحانه وتعالى هيكرمهم وهيجازيهم خير على تعبهم. فالتفكير بالنقطه دي هو فعلا هلاك للشخص، ان انا عارف سؤال او ان انا عارف معلومه او ان انا عارف حاجه ومش هقولها لزمايلي، ده هلاك للشخص. يبقى دي علاقتي ما بيني وبين زميلي، يبقى علاقته بينه وبين زميله مبنيه على الحب والتعاون، وان احنا بنحاول نفيد بعض كلنا كدفعه واحده. حد عرف معلومه من رئيس القسم، حد بيتواصل مع منسق التدريس وما الى ذلك، كده الدفعه كلها هتجيب وكده الدفعه كلها درجاتها هتعلى. انما لو احنا اتعاملنا مع بعض بنقطه الحياديه وان انا نفسي بس ومش عايز الباقي، دي صدقني اللي هيتعامل بالشخص ده ولا هيفلح دنيا ولا هيفلح اخر. طيب يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان في حاجه اسمها صحبه صالحه، ان انا في ناس معينه بيفيدوني ومستوايا بيعلى معاهم. كل ما صاحبهم بيذكروني بمواعيد الامتحانات، بيذكروني بالمراجعات، بيذكروني بمواعيد باسئله، بيذكروني بيبعتوا لي حاجات. يبقى دي ناس كويسه افضل معاهم وما اتخلاش عنهم واساعدهم ونساعد بعض ونفضل مع بعض. انما في طالب تاني بعد الامتحان مثلا بلاقيه عمال يقول لي انا غلطت وانا هسقط وانا هفشل وانا درجاتي وحشه، والاقيه في الاخر جايب درجات عاليه. يبقى ده الطالب بيضيع لي وقتي وعمال ياخد من مجهودي وياخد من وقتي وياخد من مذاكرتي، وبيحسسني ان الدنيا ضايعه وهي الدنيا عكس كده. يبقى الطالب ده هياخد بيا وهينزل بيا الارض. يبقى انا لو صاحبته طول الست سنين ابقى غبي، او لو صاحبت النوعيه دي من الناس ابقى غبي. يبقى خلي بالي من الناس اللي انا بتعامل معاها، ناس كويسه وناس صالحه بتذكرني وتذكرني بالصلاه وتذكرني بالقران وما الى ذلك، وبتساعدني وبتدخلني في انشطه وبتخلينا اساعد الناس، بنشرح لبعض، بنفيد بعض، بندي وناخد من بعض، يبقى انا افضل معاهم. طيب دي كده علاقتك ما بينك وما بين زمايلك. طيب علاقتك بقى بينك وبين اسرتك. في زمايلنا عندهم ضغط نفسي جوه اسرتهم، وده بسبب ان هم مش معرفين اسرتهم الضغط اللي عندهم على الامتحان. يعني مثلا اسرته عايزاه يجيب الاول على طول. يعني بالنسبه لنا مثلا 85% في سنه اولى او 5 او 70 حاجه كويسه جدا، هو بالنسبه لهم هم لا انت تفشلت او انت ضعت وما الى ذلك. فعلاقتي ما بيني وبين اسرتي لازم اوازنها وابلغهم قد ايه، واحاول افهمهم قد ايه صعوبه الكليه وقد ايه صعوبه المواد وقد ايه ان المواد في الكليه مش زي المواد في الثانوي. فهو اللبس اللي بيحصل ان مفكرين مواد الثانوي زي مواد الكليه، وما دام انا كنت بجيب في الثانوي 100% يبقى انا لازم اجيب في الكليه 100%، ويبقى انا كده كنت بلعب او بروح الكليه العب وما الى ذلك. يبقى علاقتي بين اسرتي احاول افهمهم واشرح لهم امور، اوضح لهم امتحاناتي. ما ينفعش مثلا ما يكونش عندي امتحان ومثلا هم مش عارفين ومفكرين ان انا ما عنديش امتحان وراح الكليه مثلا بنزل بلعب، او بتكلم مع اصحابي مثلا بنذاكر مع بعض وهم مفكرين ان انا بتكلم مع اصحابي بنرغي وما الى ذلك. فده ممكن ناس مستواها بيقل بسبب ضغط نفسي جوه البيت نفسه. فلازم اتعلم لو انت عندك المشكله دي. انا بقول مشاكل يا شباب، مش شرط كلنا يكون عندنا كل المشاكل، لا، لو حد عنده حاجه يستفيد منها. فلازم انت تتعلم تعالج المشكله النفسيه بينك وبين البيت ازاي، وازاي تتعامل معاهم، وازاي تخلي جو هدوء في البيت او جو كويس تذاكر فيه. مثلا في ناس لو فرضت معاها الامر الواقع خالص ان البيت مش عارف يذاكر فيه، في حل الحمد لله اتفتح ان هو يذاكر في المكتبه او يذاكر في روكي وربوك او اماكن زي كده. في ناس بدات الحمد لله تتاقلم مع الموضوع ده ودرجاتها عاليه جدا لما بدات تذاكر في المكتبه، بقى يلاقي ناس تذاكر معاه، ناس بتشرح له، ناس بتساله. فبرضه ده حل من الحلول. يعني يبقى دي العلاقات الاسريه. طيب
العلاقات ما بين الدكاتره الاكبر مني. في عندنا شباب ناس كل زمايلنا اتكلموا في نقاط كتيره جدا، بس ما اتكلمناش في نقطه ان انت هل انت ممكن تشتغل وانت طالب؟ يعني العلاقات المجتمعيه، انت ممكن تشتغل وتجيب فلوس وانت طالب ومجموعك يبقى عالي؟ اه طبعا. وفي ناس زمايلنا بيدوا كورسات، زميلنا اسمه محمود جاكسون، وفي ناس زمايلنا بتنزل صيدليه، زميلنا حسام محمد وزميلنا محمد عبد الله، وفي ناس زمايلنا يعني بيشتغلوا كويس جدا ودرجاتهم كويسه جدا وما شاء الله محافظين على التوازن بين الاثنين. فلو حاسس ان الشغل ممكن يفيدك جرب الاول، ولو لقيت درجاتك كويسه ومستواك بدا يبقى كويس وبدات تشوف ضغوط الحياه وبدات تضغط نفسك، دي ما فيش فيها اي مشكله. يعني الشغل ليس عائق في الكليه اطلاقا. طيب اتكلمنا برضو عن الشغل، يبقى علاقاتك ما بين الناس في المجتمع عامله ازاي؟ علاقاتي ما بين بقى الخيريه، في عندنا قافلة بتطلع كل سنة بين بين أسرتين، أسرة حياة وأسرة بداية. هل أنا ممكن أطلع قافلة وقافلة تفيدني؟ طبعا جدا القافلة هتفيدك جدا، هتخليك طبعا أن أنت أولا ثواب ونية بتفيد الناس بعلمك، هتحس أن أنت دكتور، هتلاقي الناس بتندهلك كدكتور والناس بتسألك وتستشيرك كدكتور فعلا، هتتعلم حاجات جديدة، هتتعلم إزاي تتكلم مع الناس، هتتعلم ازاي شغل بجد، ازاي يبقى يكون معاك فلوس، ممكن تبقى قائد للقافله، ازاي يبقى معاك الافات الجنيهات وازاي تديرها صح، هتتعلم حاجات كتيره جدا. فالقافله برضو في ناس منطويه عنها جدا واخده عنها فكره وحشه جدا، على الرغم انها ممكن تزيد من مستواك العلمي جدا، لان انت خلاص اصبح عندك داتا علميه مثلا في الصيدليه عن الادويه، داتا علميه عن الامراض في فريق التوعيه، داتا علميه عن التحاليل في فريق معمل الدم، داتا علميه عن يعني حاجات كتير جدا. فالقافله برضو خليها من ضمن علاقاتك، فزي ما احنا بنقول كده والدكاتره كلهم كانوا بيقولوا خد كل حاجه كويسه وشوفها تنفع معاك ولا لا، تزود من مستواك ولا لا وجربها. ما بنقول كل ده، كل دي اللي بنقولها افكار. من ضمن العلاقات بقى المهمه جدا علاقتك بينك وبين ربنا، الصلاه يا شباب. ناس كتير جدا بسبب المذاكره وسبب الطب وما ذلك الاقيهم بيجمعوا، يعني بيكلموني مثلا بيتأخر عن صلاة الجماعة. هل مثلا لو أنا سبت المذاكرة 5 دقايق أو 10 دقايق بتوع الصلاة فعلا هل ده حاجة كويسة؟ إطلاقا. الموقف اللي أكد لك كده، موقف سنة 6 عندنا امتحانات شورت ولونج، بتروح أنت والدكتور، الدكتور ده أنت وحظك. أحكي لكم على موقف واحد مش مذاكر خالص، داخل الدكتور كويس جدا، كان الدكتور بيقول لهم الإجابات وبيحفزهم ويسقف لهم ويساعدهم، وحد تاني مذاكر وشاطر، والدكتور بعد ما عمل وعمل اقصى ما عنده، الدكتور مش عاجبه والدكتور بيتريق عليه وبيضحك الدكاتره عليه. فهل هل من الموقف اللي انا حكيته ده ان المذاكره بجد وما الى ذلك تمنع ان انا اادي فرض ربنا اللي هي الصلاه، او علاقتي بينه وبين ربنا تكون كويسه في الثانوي وبعدين ترجع تسوء في الكليه بسبب الضغوط المذاكره وما الى ذلك؟ لا اطلاقا. ده بل بالعكس، لو انت اهملت في النقطه دي التوفيق مش هيبقى يكون حليفك. وفي امتحان فاينل بطنه حد حكى لي، وقبل الامتحان شاف اسئله، انت امتحان ام سي كيو، فانت ممكن تشوف سؤال او سؤالين كده قبل الامتحان، في ناس شافت بقى اسئله عشرات الاسئله او صفحات الاسئله قبل الامتحان، دخلت لقيتها. اللي هو التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، دايما دي خليها في دماغك، وما تأثرش علاقتك بربنا على يعني ما تأثرش بالمذاكرة او تقل، لا بل بالعكس تزيد، لان انت بتتعلم امراض وبتشوف بلاءات الناس وبتشوف ازاي مرض مثلا زي المننجايتس او الانكفالايتس او ما ذلك اي امراض تانية ممكن تسبب الانسان اعاقة بدور برد عادي، فانت بتزيد ايمان وفي انفسكم افلا تبصرون، بتزيد خشية لله عز وجل، انما يخشى الله من عباده العلماء مش العكس. نقطة تانية نتكلم عنها، علاقتك بمستشفى الدمرداش، هل أنا ممكن كطالب في سنة أولى أنزل استقبال بطنة أو استقبال جراحة؟ آه، وده عملنا فعلا، ممكن تنزل عادي وتشوف نفسك وتعلم حاجات جديدة. هل ده ممكن يزود من مستواك العلمي؟ هل ده لقيته أنه هو لما نزلت وبدأت تشوف الأمراض بدأت يكون عندك خلفية عن أمراض معينة لما بتيجي تذاكرها بتذاكرها بسرعة أسهل؟ جرب، ولو طبعا عجبك الموضوع واستفدت منه امشي فيه. في ناس نزلت كتير جدا مستشفيات من سنة أولى، ما تقولش مثلا لا لسه المبدأ الكلينيكال أبتدي أنزل. كده أنا خلصت يعني. حد عنده أسئلة؟ دكتور محمد صفوت بقى يكمل إن شاء الله معاك.
تمام، معاش يا ادهم والله. يعني حتى الجزء الجانب الديني يعني من الحاجات الكويسه، يعني اللي للاسف يعني اغلبنا بسبب الكليه وضغط الكليه بقينا مقصرين جدا فيها يعني. فانا حاولت والله اجاوب شويه في الشات على قد ما اقدر في يعني في بعض الاسئله، يعني عشان بس ما نضيعش. لو عندك اسئله قول واحنا معاك. لا احنا مش مشكله، قول الاسئله الموجوده في الشات قولها، وقولها لي وحاول ارد عليك. هي كانت الاسئله عموما بيتكلموا عن فتره النيابه يعني، بس الفكره ان هو لسه بدري يعني عليهم على ان هم يعرفوا الدنيا بتاعتهم وكده. هو الفكره او عايز اقول لهم دي من النقاط يا مرتضى اللي ضيعنا فيها وقت كتير، نقطه النيابات والزمالات والمعادلات بنتكلم فيها كتير جدا وبنضيع وقت كتير، ضيعنا وقت كتير فيها كتير جدا واحنا صغيرين. وعايز اقول لكم ان احنا داخلين امتياز لسه، الدفعه اللي قبلنا هتستلم النيابات محدش فيهم هيعرف هو هياخد ايه، غير فعلا الكلام بيتغير. النيابات دي يا شباب عرض وطلب، على حسب السنه اللي انت فيها هيكون هم متاح فيها اعداد ايه، وعلى حسب درجاتك ومجموعك ايه، وعلى حسب تفكير زمايلك اللي قبلك ايه واللي بعدك ايه. فالموضوع ده كله فعلا زي ما الدكتور مرتضى قال لسه بدري عليه جدا، وحتى بعد ما تخلص امتياز زي ما انا موجود اهو دلوقتي ما تقدرش تكرره غير يعني غير بعوامل كتيره جدا لسه بدري عليها. لو في اسئله تانية اقول يا مرتضى. في سؤال يعني عن الناس اللي بتأجل المواد للصيف، ساعتها بيبقوا يعني وقتهم حاليا مش عارفين يذاكروا الحاجات اللي أجلوها ولا يذاكروا اللي عليهم ده حاليا يعني في الترم ده. هي المشكلة اللي بتواجه اللي بيأجل العامل النفسي. العامل النفسي لو انت عارف ان انت تقدر تذاكر لوحدك وسط زمايلك او اللي حواليك كلهم في اجازة وفي خروجات وما الى ذلك، تمام أجل، وشايف ان انت ترتيبك هيزيد او درجتك هتزيد وهتجيب درجة احسن أجل. إنما لو أنت مش متيقن من النقاط اللي أنا قلت عليها دي، نصيحة ما تأجلش، ممكن بالعكس درجتك تسوء. لو حد بقى أجل فعلا هيبتدي يحتاج ينسق مواعيد امتحاناته، يشوف مع مواعيد امتحانات اللي هي المادة اللي مأجلها دي ومواعيد امتحانات اللي هي المواد اللي هو حاليا فيها وبيذاكرها، يبتدي ينسق ما بينهم وما بين بعض ويظبط مذاكرته عليهم، لأن أنتوا مواد عندكم كتيرة جدا. فعشان كده لما إحنا كان عندنا 4 مواد، فلما شخص كان يأجل مادة عادي هو هيبقى يتعامل مع 4 مواد مع الترم الثاني مثلا، او هيبقى يتعامل مع 5 مواد بس. انما انتوا عدد المواد كتير جدا وامتحانات كتير جدا، فاوبشن التاجيل ده خلوه في الاخر خالص، لانه فعلا ارهاق نفسي شديد جدا، وممكن تصاب بالاحباط وانت في نص الاجازه، ممكن مستواك يقل على عكس ما انت متوقع. بس اجل بس لو انت مرتب او عارف ان انت درجتك هتعلى عن ان انت لو دخلت. انما لما تيجي لو انت عايز تاخد قرار التأجيل ولقيت نفسك لا درجتي هي بل بالعكس، ممكن دلوقتي مع زمايلي ومع الام سي كيو بيكون مود عام في الكليه كلها، فتره امتحانات وفتره ضغط والناس مضغوطه وانا عارف اضغط نفسي، لا فعلا ما تأجلش يعني. بص ممكن بس حوار التأجيل ده عشان هو مختلف شويه بس في النظام بتاعنا. احنا عندنا مفيش حد بيأجل بمزاجه، هو اللي بيأجل ده لازم يكون عنده عذر، والعذر دلوقتي بقى صعب يتعمل، يعني عذر طبي او اخواتنا اللي هم جايين من بره ساعات بيجوا متاخر في الترم الاول فبيضطروا ياجلوه كله ويبداوا الترم الثاني. الصح اللي انت تعمله انك تذاكر الترم الثاني بس، مالكش دعوه بالترم الاول، لان الترم الثاني لوحده تقيل وعدد ساعات المعتمده كتير. واحنا عندنا شرط كده عشان تطلع سنه ثانيه لازم تكون ناجح، يعني المواد اللي هي تكون معاك بعد الدور الثاني اقل من 10 ساعات معتمده عشان تطلع سنة تانية. هو للأسف ده بيحصل كتير وخصوصا في دفعتي عشان كنا أول سنة في النظام الجديد، إن الناس ما كانتش عارفة النقطة دي، فدخلت الترم التاني عمالة مثلا تذاكر شوية حاجات من الترم الأول وشوية حاجات في الترم التاني، فوقعت في مواد كتير قوي في الترم الأول والتاني، ولما دخلت الدور التاني وقعوا تاني وعادوا السنة. طيب يعني خلاص الكلام، إيه الحل؟ ركز في الترم التاني وحاول إنك ما تقعش في أي مادة، وبعدين هتيجي بقى الترم الأول. وانا يعني ما ينفعش اقول كده، بس حاول تختار المواد اللي تذاكرها كويس وتنجح فيها، واختار المواد اللي تاخدها معاك السنه تانية. ليه؟ لان الوقت قبل الامتحان بتاع الدور الثاني قليل، يعني حوالي شهر بعد الفاينل بيبقى في نص 7، الدور الثاني بيبقى في نص 8، الدور الثاني ترم اول وبعد كده دور ثاني ترم ثاني، فانت معاك شهر او شهر ونص مش هتلحق تذاكر فيه كل المواد.
لو لحقت خير وبركة، ما لحقتش يبقى فكر بذكاء واختار انك تذاكر المواد اللي تنجحك، ولو مثلا هتسيب مادة اتنين تأجلهم لسنة تانية مفيش مشكلة، بس المهم تعدي من سنة أولى بأقل خسائر، لأن ده فعلا وقع ناس كتير قوي في دفعتي شخصيا. دفعتنا يعني انتوا عارفين احنا أول سنة أول دفعة في النظام الجديد، وعددنا حاليا أقل يعني نص العدد اللي دخل بسبب المشاكل اللي كانت حصلت بسبب التأجيل والحوارات دي كلها. بس هو حد قالها لي، يعني حد قالها لي لما كنت صغير، قال لي يعني حد من هم الوافدين لما كنت انا في سنه تانيه، يعني حصل معاه الموقف ده، فقال لي ان احنا الحل الوحيد ان احنا نختار المواد اللي تنجحنا في سنه اولى، عشان احنا الترم الاول كله ضاع مننا، ونطلع تانيه نذاكر بقيه المواد عشان يعني ما نضيعش سنه من عمرنا. بس ده اللي اقدر اقوله يعني. ماشي، واحنا بس عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده، واحنا قعدنا بالظبط ساعتين يعني من الساعة 8 للساعة 10، واتمنى بجد ان احنا نكون جاوبنا على كل الناس في الشات، وتكونوا استفدتوا يعني من الفقرات. ف يعني انا حابب اشكر فعلا الدكاترة، يعني اقولهم بترتيب اللي حضروا من الاول: دكتور محمود احمد، ودكتور عسوي، ودكتور محمد صفوت، ودكتور جمال، ودكتور أدهم. يعني فعلا والله يعني 5 دكاترة عملوا شغل عالي جدا. ما كنتش متوقع ان الميتنج يبقى بالجمال ده كله، وان الخبرات تبقى حلوة كده، وعجبني جدا التفاعل بتاعكم في الأسئلة. يعني الأسئلة رغم ان في أسئلة كانت بعيدة شوية عن المواضيع بتاعتنا، او في أسئلة انا بحس ان هي يعني ملهاش إجابة نموذجية، بس احنا يعني اتمنى بجد ان انكم تكونوا استفدتوا يعني منها على قد ما تقدروا. وباذن الله نحاول يعني ان نعمل مثلا ميتنج تاني قريب، وكده كده يعني احنا بنتواصل معكم على البيج، على مؤسسة اطباء، او على الاكونت فريق اطباء، او اي حد يعني فينا. وانا هنزل لكم الكونتاكتس بتاعت زمايلنا، يعني هسيب لكم ارقامهم، بس هنزلهم يعني على الفيس غالبا، او هشوف يعني هشوف كده يعني بعد موافقتهم طبعا هشوف كده انزل لكم كونتاكتس، بحيث مثلا لو حد محتاج اي حاجه او يتواصل معاهم في اي وقت هم يكونوا تحت امركم. يعني هم ما شاء الله يعني من الناس الكويسه جدا. ف باذن الله خير، ونشوفكم على خير كده، وربنا يوفقكم وعلى خير بقى ان شاء الله. مع الف سلامه، انا هقفل الميديا.